السلام عليكم. احب اعرفكم بنفسي الاول، انا الدكتور محمد صقر زكي، خريج كليه الصيدله جامعه القاهره سنه 2008. خلاص بدرس فارماكولوجي وانا في الدراسه كنت في سنه رابعه، بدي الناس في سنه ثالثه كورسات فارماكولوجي وخمسه، وبعد بدرس فارماكولوجي بقى لي حوالي اكتر من 6 سنين خلاص وكلينيكال. بالنسبه لمؤهلاتي، انا حصل على البورد الامريكي في الكلينيكال. خلاص حد يعرف معلومات عن البورد الامريكي؟ خلاص ايه هو البورد الامريكي اصلا؟ دي شهاده بتنقل الصيدلي من كوميونتي فارماسي لكلينيكال فارماسي. خلاص من صيدلي عادي في صيدليه عاديه في ايه في الشارع لايه الصيدلي جوه المستشفى. طب ايه دور الصيدلي في المستشفى؟ خلاص في ناس عندها اعتقاد ايه؟ اعتقاد غلط ان الصيدلي ده هو ده المسؤول عن الايه؟ هو اللي بيكتب الادويه، الدكتور يشخص والصيدلي هو اللي يكتب الادويه. خلاص الكلام ده غلط، يعني ما بيتمش. الحقيقه ان الدكتور بيشخص ويكتب هنتات عن الادويه، يكتب الادويه، والدكتور بقى الصيدلي يمسك الايه؟ الايه الروشته بتاعته دي، يبدا بقى يشوف بقى هل هو ده الفيرست لاين ولا مش الفيرست لاين اللي كاتبه ولا لا، يشوف المشاكل بتاعت الادويه دي، يظبط الجرعات. خلاص يشوف هيتاخد ازاي، اي في انفيوجن ولا هيتاخد اي في رابط اي في ولا هيتاخد سبكوتينوس ولا هيتاخد انتراماسكولار ولا هيتاخد اورال، هيتاخد ازاي بالظبط، ويظبط الجرعات، يشوف السايد افكت اللي ممكن تظهر، ولو ظهرت هيعمل معاها ايه؟ هيوقف الدواء ولا هيقلل جرعته؟ هيتعامل معاها ازاي؟ يشوف الدكتور ماشي على الالجوريزم العالمي للتريتمنت ولا لا، يعني مثلا هيبدا مثلا بدايريتك لوب دايريتك، ما جابش نتيجه مثلا هيزود الجرعه، لو الدواء ما جابش نتيجه هيزود الجرعه، ما جابش نتيجه مثلا هيقوم ضايف مثلا سايزاي، ما جابش نتيجه هيقوم ضايف دواء بوست فينوتروبس. ترتيب الدواء ده اللي هو الالجوريزم بتاع العلاج ده المسؤول عنه الصيدلي برضه. فهمتوا الفكره ماشيه ازاي؟ الدراج دراج انتر اكشن، تفاعلات الادويه مع بعض، الدراج فود انتر اكشن، تمام؟ كل الحاجات دي اللي بيظبطها مين؟ الصيدلي. دور الدكتور في العمليه العلاجيه دوره 50% اللي هي عمليه التشخيص، دور الصيدلي 30% اللي هي حته تظبيط الادويه. خلاص الدور اللي هو 20% الباقيه ده دور الممرضه بقى. النرس. وعليكم السلام ورحمه الله. ده دور النرس. النرس بتعمل ايه؟ خلاص هي دي اللي بتدي الدواء، هي دي بتعمل ادمنستريشن للدراج، هو مش الدكتور البشري او الصيدلي هو اللي هيجي يدي الدواء بايده. لا بيبقى في الممرضه هي اللي بتدي الدواء، ولو ظهر اي مشكله او اي حاجه هتبدا ترجع للدكتور او للايه؟ او للصيدلي. فهمت الفكره؟ فهو في امريكا عملوا الشهاده دي، الامريكان اسوسيشن اوف فارماسي، اتحاد الصيدله الامريكيين، عمل الشهاده دي برفع مستوى الصيدله الامريكاني من ايه؟ من كوميونتي فارماسي لكلينيكال فارماسي جوه المستشفى. والشهاده دي خلوها عالميه، يعني على كل مستوى العالم، بيبقى في لجنه امتحان في كل دوله من دول العالم. ماشي؟ بالنسبه لنظام الامتحان، امتحان البورد بيبقى نظامه عامل ازاي؟ نظام الامتحان يا جماعه، الامتحان بيبقى من 200 درجه. خلاص متقسمين على 2 بيبر. الامتحان عباره عن 2 بيبر. بيبر 1 100 كيس عليها 100 درجه. والبيبر الثانيه 100 كيس عليها 100 درجه الباقي. خلاص وبيبقى فيه ريست ساعه. تخش تمتحن الورقه الاولى بيبر 1 خلاص 100 كيس، وبعد كده ريست ساعه، وبعد كده تخش تمتحن الايه الورقه الثانيه. الورقه الاولى بتبقى ميلي خلاص مكونه من اجزاء النون ثيرابيوتكس، يعني حوالي 70% 70 درجه من الورقه الاولى على الاجزاء النون ثيرابيوتكس. ايه هم؟ اربع مواضيع، اللي هو جزء البايو ستاتستكس اللي هي علم الاحصاء الحيوي، خلاص علم البايو ستاتستكس، علم الكلينيكال ترايلز، ازاي نعمل ايه، ازاي اعمل تجربه، يعني انا عندي دواء جديد مثلا، واحد مصنع لي دواء ضغط جديد خلاص وعايز اجربه على البني ادمين، ازاي انا هعمل التجربه دي، ازاي اختار اعداد الناس، خلاص طبعا لازم اختارهم بشكل عشوائي وابقى بلايندرنج واعمل مش عارف جروب كنترول وجروب ايه تيست، ازاي اظبط ايه التجارب وايه انواع التجارب، في حاجه اسمها كيس كنترول ستادي، في حاجه اسمها كوهورت ستادي، في حاجه اسمها ميتا اناليسيز، في حاجه اسمها راندمايزد كلينيكال ترايل، في انواع كتير قوي، في كيس ريبورت، كيس سيريس، في انواع كتير قوي من الكلينيكال ترايلز هنفهمها ونعرف ازاي نعملها. ماشي؟ وازاي ما يبقاش في بايز في التجارب، بايز اللي هو التحيز، خلاص حاجات كده معينه هنتكلم عنها، والكونفاوندنج فاكتور ازاي الغيه، العوامل المتداخله، اي عامل متداخل خلاص جوه التجربه ازاي الغيه، كل الكلام ده هندرسه في جزء الكلينيكال ترايلز. بعد كده في جزء الفارماكو ايكونومكس، جزء الفارماكو ايكونومكس اللي هو علم اقتصاديات الدواء. خلاص علم ده بيدرس حاجه اساسيه اللي هو ايه؟ ازاي ادي الجوده الصحيه باعلى جوده باعلى كواليتي باقل سعر بلو كوست، يعني اقدم خدمه علاجيه كويسه جدا ممتازه جدا، وفي نفس الوقت اقلل الايه؟ اقلل التكاليف على المريض خلاص، او اقلل التكاليف على التامين الصحي، او اقلل التكاليف على الدوله كلها، او اقلل التكاليف على صاحب الشغل اللي مامن على الناس عنده.
فكل الكلام ده هندرسه فين؟ في جزء الفارماكو ايكونومكس، علم اقتصاد الدواء، ازاي ادي اعلى جوده هاي كواليتي باقل ايه؟ باقل كوست. بعد كده في جزء اللي هو الريجيلاتوري ايشو. جزء الريجيلاتوري ايشو ده ليه قوانين نزول الدواء في امريكا. خلاص؟ ده كله تحس ان احنا بندرس الجزء ده هتحس ان احنا في حقوق. كله بقى قوانين، اللي خالف القانون الفلاني عقوبته كذا، عقوبته مثلا حبس ومش عارف يدفع غرامه قد كذا، هتلاقي كله ماشي بالنظام ده. ازاي دواء ياخد ابروفال؟ لا هناخد الامريكان طبعا. خلاص احنا كلنا ماشي، كل الكتاب ماشي على نظام الايه؟ الامريكي. ماشي كل القوانين اللي هي الايه؟ الامريكيه في نزول الدواء، ازاي دواء اصلا بياخد ابروفال من الاف دي اي؟ ايه اصلا الاف دي اي؟ مؤسسه الاف دي اي عباره عن ايه؟ وزاره الصحه في امريكا ايه ايه اختصاصاتها؟ بتعمل ايه بالظبط؟ خلاص والاف دي اي اختصاصاتها؟ ماشي وهندرس الاقسام بتاعتها والمكاتب بتاعتها كلها، وازاي بيعملوا عمليه الابروفال؟ خلاص والفيزس بتاعت الموافقه، يعني في بري كلينيكال تيست بتعمل الاول على الانيمال على الدواء، وبعد كده بنخش بعد كده اول ما ياخد موافقه على الانيمال بعد كده ياخد موافقه على الايه؟ ان يشتغل على البني ادمين فيز 1 وفيز 2 وفيز 3 وفيز 4. خلاص كل الكلام ده هندرسه جزء الريجيلاتوري ايه؟ ايشو وقوانين حمايه ايه؟ خصوصيه المعلومات الايه؟ الطبيه. يعني انا مثلا في مستشفى ما ينفعش ان انا دكتور في مستشفى ما ينفعش ان انا افشي اسرار المرضى. طب لو فشيت اسرار المرضى ايه اللي هيحصل؟ كارثه. خلاص هندرس قوانين استيراد الادويه داخل امريكا والاعلانات عن الادويه. كل الكلام ده هندرسه في جزء الريجيلاتوري ايشو. اربع مواضيع عليهم 70 درجه. خلاص من الورقه الاولى. ماشي الباقي بقى اللي هم ال 30 درجه الباقيين بيبقوا اجزاء الثيرابيوتكس. اجزاء الثيرابيوتكس بقى اللي هو الايه؟ الكارديو والليفر والجي اي تي والكيدني والسيكاتري والنيورو، الاجزاء اللي احنا ايه الثيرابيوتكس بقى. بالنسبه للايه؟ هتاخد ريست ساعه وبعد كده تخش الورقه الثانيه، الورقه الثانيه بقى ميرلي ثيرابيوتكس. يعني حوالي 90 درجه ثيرابيوتكس و10 ايه نون ثيرابيوتكس. خلاص الثيرابيوتكس بقى اللي هي الاجزاء اللي هي ايه؟ اللي احنا قلناها بقى الكارديو والنيورو والنيفرو والحاجات دي كلها، هندرس كل تخصصات الكلينيكال ايه؟ الكلينيكال والفارمسي. ماشي يا جماعه. بالنسبه لدرجه النجاح في الامتحان ده، درجه النجاح في امتحان البورد من 123 درجه، يعني في حدود 65% من الامتحان. اتفضل. يعني حدود 65% من الامتحان جبت 123 فيما فوق نجحت. خلاص اقل من 123 نزل تعمل ريسيرتيفيكيشن بقى السنه اللي بعدها. اتفضل يا دكتور. ايه؟ ورق. في ورق فعلا هيجيبه لك. هيجيبه لك. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا بيك. فهمتوا الفكره ماشيه ازاي؟ جبت 123 فيما فوق نجحت، اقل من 123 خلاص بتخش بعد كده ريسيرتيفيكيشن. بالنسبه لايه؟ ازاي تخش الامتحان ده؟ خلاص امتحان الامريكان بورد الدخول فيه ب 600 دولار اول مره. خلاص لو لا قدر الله لا قدر الله نزلت اول مره، السنه اللي بعدها بتخش تعمل ريسيرتيفيكيشن بنص السعر ب 300 دولار. تمام؟ فاهم الفكره؟ بس هو ده الايه؟ تفاصيل امتحان البورد. ماشي ما انا هقولها لك بسرعه تاني. تمام؟ يبقى احنا عندنا يا جماعه امتحان البورد، شهاده البورد الامريكي دي شهاده امريكيه. خلاص شهاده عالميه معترف بها على مستوى العالم، ماجستير مهني كانك حصل ماجستير بالظبط، بس بتشتغل ماجستير، لكن بتشتغل كانك واخد ماجستير، لكن ما ينفعش تدرس في الجامعه. عايز تدرس في الجامعه لازم بقى تعمل رساله وتنضم للجامعه وكده، لكن هو يعتبر ماجستير مهني ممكن تشتغل بيه في مستشفيات الكلينيكال كانك واخد ماجستير بالظبط. ماشي بالنسبه للشهاده دي خلاص دي بتنقل الصيدله من كوميونتي لكلينيكال، ان صيدلي عادي يتنقل لكلينيكال فارماسي جوه المستشفى. خلاص يظبط التريتمنتس ويشوف يظبط الدوز السوسايد افكت ودراج دراج انتراكشن، ولو حصل اوفر دوز هيتعامل ازاي، وازاي يدي الادويه، الكلام ده كله، كل تفاصيل الادويه المسؤول عنها الايه؟ الصيدلي الكلينيكي الكلينيكال فارماسي، هو ده اللي هندرسه في الكورس بتاعنا ده. ماشي بالنسبه لامتحان البورد، الامتحان ده اللي هو من 200 ايه؟ الامتحان من 200 درجه. بيتقسموا ال 200 درجه على تو بيبر، الامتحان بيتقسم على تو بيبر، بيبر 1 100 100 كيس بيبقى عليهم 100 درجه، وبيبر 2 100 خلاص 100 كيس عليهم 100 درجه. ماشي بيبقى في ريست منهم ساعه. ال 100 الاولانيين او البيبر 1 بتبقى ميل لنان ثيرابيوتكس 70 درجه على النان ثيرابيوتكس. ايه هم النان ثيرابيوتكس؟ اللي هم زي البايو ستاتستكس، الكلينيكال ترايلز، الفارماكو ايكونوميك، الريجيلاتوري ايشو. خلاص البايو ستاتستك، كلينيكال ترايل، فارماكو ايكونوميك، علم اقتصاديات الدواء اللي بيدرس ان انا ادي اقدم الخدمه العلاجيه باعلى كواليتي باقل سعر. حاجات نظري يعني؟ حاجات ميل نظري دي 70 درجه لوحدها. والريجيلاتوري ايشو اللي هي قوانين نزول الدواء في امريكا، ازاي الدواء ينزل امريكا وازاي ياخد الابروفال. زائد باقي بقى ايه؟ باقي 30 درجه الباقيين على اجزاء الثيرابيوتكس، اللي هو الليفر والكارديو والنيورو والسيكاتري والكريتيكال كير والامبيلاتري كير، الحاجات اللي احنا هندرسها مع بعض. ماشي والاندوكراين
ال 100 التانيين بقى بيبقوا ميل سيرابيوتكس، حوالي 90 درجه سيرابيوتكس، وال 10 الباقيين نون سيرابيوتكس. ماشي؟ فهمت الفكره؟ بس كده. بالنسبه لايه درجه النجاح 123 درجه، 123 درجه فيما فوق نجحت، اقل من 123 خلاص يبقى الواحد نزل يعمل بقى ريسيرتيفيكيشن. خلاص يعني حوالي 65% من الايه؟ من الامتحان. بالنسبه لايه مصاريف الدخول للامتحان $600 خلاص، بيبقى بتجيب ترخيص مزاوله المهنه بالانجليزي تعمله سكانر خلاص وتبعته على الايه على الموقع بتاعهم في امريكا اللي هو الموقع اسمه بي بي اس بورد اوف فارماسيوتيكال ساينس. ماشي؟ بتبعت وبتملى ابلكيشن وتبعت لهم ان انت صيدلي موجود في مصر، ترخيص مزاوله المهنه بالانجليزي بتبعته لهم خلاص، ومعاهم $600 شحنه على الايه فيزا نت. لا 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 مفيش حاجه زي كده خلاص. لا 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 بيبقى لا السنه دي هي اول سنه يطبقوه اونلاين اللي هو على ايه على الكمبيوتر، لكن السنين اللي فاتت كلها كان كله ورق خلاص، يعني بيتجاب الورق متدبس وكده من امريكا وانت هنحل وبعد كده ياخدوا الورق تاني ويشحنوه على امريكا تاني يتصحح، لكن السنه دي هيعملوه اللي هو نظام الاونلاين. ماشي؟ هيبقى الامتحان في الغرفه التجاريه الامريكيه خلاص في المهندسين. ماشي؟ وهنا كانك واخده ماستر بس مهني، يعني تشتغل بيه كانك واخده ماستر بالظبط. ما هي تفرق بقى، ما هي تفرق في الراتب وكده، في اللي شغال بالبكالوريوس بس بتبقى تلاقي راتبه قليل شويه، لكن لو واحد شغال مثلا واخد البورد الامريكي او كده بيبقى بوزيشن اعلى. وهي اصلا ده حقيقي. النقابه خلاص اقرت ان خلال سنتين لازم كل مستشفيات مصر يخش فيها كلينيك فارماسي. ما حتى لو البكالوريوس بتاعك اللي هو نظام الكلينيكال برضه بكالوريوس، دي شهاده فوق البكالوريوس، دي شهاده بوست جرادويت. فاهمه الفكره؟ بس بالنسبه للكتاب اللي هو بتاع البورد الامريكي اللي هو الكتاب اللي انتوا ايه استلمتوه، انتوا استلمتوا كتب ولا لسه؟ هتستلموها النهارده بقى اكيد خلاص. هو ده الكتاب، هو كتاب الامريكان كوليدج اوف كلينيكال فارماسي. الكتاب ده بيحصل له ابديتنج كل سنه خلاص على حسب التعديلات الجديده، يعني كل ايه كل سنه في ابديتس بتنزل. يعني مثلا ايه الكتاب اللي انتوا هتستلموه كتاب 2012 في احدث حاجه ابديتس 2011 اللي هو اخر كلينيكال ترايل في الادويه على في 2011. فمستو الكتاب قيم جدا وفي معلومات كويسه جدا وبيقال الصيدلي بشكل قوي جدا، يعني مختلف عن المعلومات اللي انتوا خدتوها ايه في الكليه. لو واحد خد درس كلينيكال في الكليه معلومات الكليه دي تعتبر قشور بالنسبه للمعلومات اللي في الكتاب ده خلاص، بيبدا يخصصك اكتر ويفهمك اكتر معلومات عن الكلينيكال اكتر. ماشي؟ بالنسبه بقى هنا السنتر هنا نفس المنهج ده، هو منهج البورد الامريكي. في السنتر تعاقد مع كليه سويديه خلاص اسمها فينيكس اكاديمي، رويال سويديش فينيكس اكاديمي خلاص. الشهاده اللي هو يعتبر السنتر هنا الوكيل الحصري للشهاده دي، هو نفس منهج البورد، هو نفس الايه خلاص بتاع الايه الدبلومه. فانت تعتبر دلوقتي لما بتدرسي الكورس ايه معانا هنا بتحصلي على تو سيرتيفيكت بوان كورس، شهاده دبلومه من ايه من رويال سويديش فينيكس اكاديمي وشهاده البورد. لو انت لقيتي نفسك مؤهله ومذاكره كويس تقدري تخش امتحان البورد خلاص، تخش امتحان البورد يبقى انت كده حصلت على تو سيرتيفيكت بوان كورس. ايه هو؟ بصي احنا بادئين دلوقتي في شهر 4 اهو 26/4 يعني يعتبر بدايه 5. ممكن لو يعني دي على اتفاقنا بقى، لو واحد لو عايزين انتوا تخشوا امتحان البورد السنه دي ممكن نعمل كورس مكثف. الكورس المكثف ده هيبقى مثلا محاضرتين في الاسبوع، يعني بدل ما الدبلوم مثلا تخلص على 7 شهور هتخلص على 3 شهور ونص، يعني مثلا على شهر في نص 8 او اول 9 نكون مخلصين ونبدا نعمل مراجعه بدل ما تخشوا امتحان البورد في اول 10. ماشي؟ دي طريقه. الطريقه الثانيه ان احنا بقى ندرس البراكتيكال، بيبقى بعد امتحان النظري، يعني بعد امتحان النظري بتاع الدبلومه عايز تاخد البراكتيكال خده، مش عايز خلاص، لان البراكتيكال ده حاجه اوبشن زياده، حاجه اكسترا كده خلاص. شهاده الدبلومه مش 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 يعني مش شرط فيها ان انت تعمل البراكتيكال ده، بس هو حاجه زي امتياز كده من السنتر ليك ان انت براكتيكال شهرين في اي مستشفى ايه كلينيكال، في مستشفى 57 357 او معهد الاورام. فاهم القصد؟ وفي النظام الثاني اللي احنا نمشي عادي، نمشي النظام اللي هو السبع شهور بتوعنا خلاص. هندرس السبع شهور كنت محاضره واحده في الاسبوع وتذاكروا كويس وكده، بعد السبع شهور دول تاخدوا العملي الشهرين بتوع العملي خلاص، تمتحنوا طبعا الدبلومه وبعد كده شهرين العملي، وبعد كده نعمل مراجعه كويسه للبورد خلاص على مدار برده شهرين خلاص، وبعد كده تخشوا امتحان البورد اللي هو بتاع شهر 10 مش ده اللي جاي اللي بعده
خلاص تدي فرصه لنفسك في المذاكره احسن، وده رايي لان امتحان البورد بيجي قوي شويه، يعني اللي هو ايه يعني 4 شهور مذاكره 4 شهور او كده اعتقد انها مش كافيه ليه عشان انت تقدر تجمع كم المعلومات ده. خلاص لا عايز اعتقد سنه، يعني سنه مذاكره، واذا انا مش طالب بس ان انا اخلص المحاضره تروح تذاكروها. انا جايب 144 144 من 200. بس هو في مشكله في الامتحان ده، المشكله في الامتحان ده ان الاجزاء اللي هي نان ثيرابيوتكس، اصلا اجزاء النان ثيرابيوتكس دي بتبقى اجزاء ساعات بيجوا منها اجزاء بره المنهج، خصوصا في جزء الريجلاتوري ايشو ده، قوانين نزول الدواء في امريكا وقوانين المستشفيات. يعني احنا هندرس كل الكلام اللي في الكتاب، جزء الريجلاتوري ايشو هيدرس من الكتاب كويس قوي، بس هو ايه بيجيبوا بقى حاجات لواحد مثلا شغال في مستشفى جوه امريكا، يعني يقول اسالوه مثلا اسئله كده غريبه شويه، يقول لك ايه الملفات جوه المستشفى خلاص بتتحط فين؟ مش عارف في اوضه المدير ولا في اوضه مش عارف التمريض، حاجات كده غريبه يعني بالشكل ده. فبتلاقي مثلا كم اسئله كتير قوي في جزء الريجلاتوري ايشو ده، حوالي مثلا 25 سؤال بيعتبروا بره المنهج خلاص خالص. تمام؟ فاحنا ندرس الريجلاتوري ايشو من هنا، وهجيب لكم اجزاء حتى زياده، يعني انا فاكر خلاص بعض الاسئله اللي هي الغريبه دي هنجيبها وهنحلها. وفي ميزه كمان في امتحان البورد ان الامتحان بيتكرر كل سنه، يعتبر الامتحان الاسئله يعني مفيش حد سمع سورس للاسئله دي، الاسئله دي ما بينزلوهاش خالص. خلاص الامتحان بيجي ايه يعني معظم الاسئله بيتكرر. فانا بدرس المنهج ده بقى 4 سنين، فعمال ايه اخد الايه الاسئله، يعني الطلبه كانت بتطلع تمل لي شويه اسئله تمل لي شويه اسئله، فانا دلوقتي حوالي معايا حوالي 135 سؤال 140 سؤال كل سنه حوالي يكاد يكونوا بيتكرروا ال 140 سؤال دول. فانت لو خدتهم في اخر بقى ده في المراجعه، وانا اثناء ما انا برشح اقول لك خلي بالك الحته دي جت في الامتحان، الحته دي مهمه، الحته دي ركز عليها، وهتلاقيها فعلا ان شاء الله جايه في امتحان البورد. امتحان البورد على مدار ال4 سنين بيجي زي اسطمبه بنفس ترتيب الاسئله بيجي. خلاص فهمتوا الفكره؟ فاحنا في اخر في الشهرين بتوع المراجعه هندرس المنهج كله بالتفصيل، بس كل جزئيه في الكتاب هتدرس مش هنسيب حاجه. خلاص في شهور المراجعه هنعمل ملخص لكل جزء في المنهج. ماشي. هنعمل ملخص لكل اجزاء المنهج. خلاص كل جزء كده هعمل له ملخص 6 7 ورقات خلاص في اخر الشهرين دول، وبعد كده هنقوم ماسكين بقى الاسئله دي نذاكرها كويس جدا جدا جدا، ونذاكر اسئله الكتاب كويس قوي. يعني في اسئله في الكتاب هنحل كل سؤال ونفهم تفاصيله وليه اختار الاجابه دي ما اختارش الاجابات الثانيه، هنفهم هنحل كل اسئله الكتاب ونحل الاسئله اللي هي بتتكرر في امتحان البورد. خلاص زائد انت هتذاكر كويس بعد المذاكره بتاعتك الكويسه، اهم حاجه انت تذاكر كويس، وبعد حل الاسئله بتاعت الكتاب وبعد حل الاسئله اللي بتتكرر هتخش ان شاء الله هتنجح، لازم ان شاء الله هتنجح يعني. بس امتحان البورد عايز تفضي نفسك شهر قبل الامتحان، فاهمين الفكره؟ يعني ما ينفعش ان انت ايه مش زي امتحان الكليه خلاص تيجي في اخر شهر وتذاكر، لا ده لازم تبقى المذاكره دوريه، يعني كل ما اخلص جزء اتذاكر، كل ما اخلص جزء اتذاكر، وتيجي في الاخر في المراجعه تحضر معايا المراجعه وتذاكرها برده معايا. اخر شهر بقى قبل الامتحان تفضي نفسك خالص خلاص، تاخد اجازه من الشغل وتقعد بقى في البيت اي نايم على الكتاب والمذاكره وحل الاسئله ومراجعه اسئله البورد، بحيث ان انت تخش ان شاء الله تنجح. لكن اللي هيكسل هيفتكر الموضوع سهل وما يذاكرش طول فتره الدبلومه او كده خلاص، ويجي مثلا في المراجعه برضه يكسل يقول في اخر شهر هلم الدنيا كلها في اخر شهر، ده بيخش يعني في الغالب يعني بالنسبه لامتحان البورد ما بيبقاش موفق خالص. لا الدبلومه بتيجي امتحانها اهدى شويه، امتحان الدبلومه بيجي اهدى شويه، يعني امتحان الدبلومه يعني يعتبر يكاد يكون مضمون شويه يعني ايه امتحان البورد اسهل شويه. بتمتحنيها بعد الكورس بعد الكورس ب 40 يوم. يعني بعد ما نخلص 7 شهور، احنا في شهر 5 دلوقتي، 7 شهور يعني هنخلص شهر كام؟ شهر 12 خلاص، يعني مثلا على بدايه 2 في اول 2 كده. خلاص؟ يوم. العملي تاخدي العملي، وبعد كده ممكن نسيبكم اجازه مثلا فترة كده، وقبل امتحان البورد بشهرين يعني مثلا من شهر 7 7 و8 هيبقوا مراجعة للبورد، وشهر 9 ده تقعدوا بقى في البيت تذاكروا. ماشي؟ هيبقى نظامنا ماشي بالطريقة دي. ماشي. نبدأ بقى إن شاء الله أول جزء اللي هو جزء الإندوكراين. يلا بص، بالنسبه لجزء الهرمونز بقى في عندنا اندوكراين وفي عندنا اكزو ايه؟ اكزوكراين. ايه الفرق بين الاندوكراين والاكزوكراين؟ الاكزوكراين هو ده اللي بيطلع في ضغط، بيطلع الافرازات في ضغط لمكان معين، لكن الاندوكراين من غير ايه؟
من غير ضغط، يطلع الافرازات في الدم على طول، والدم يشيل الهرمونات دي وينقلها لكل التيشوز. يعني مثلا عندنا مثال، بصوا البنكرياس. البنكرياس يا جماعه بيعمل عصاره اسمها البنكرياتيك جوس. العصاره البنكرياسيه دي بيطلعها في ضغط اسمها بنكرياتيك ايه؟ بيطلعها في ضغط اسمها بنكرياتيك ضغط، القلب الجي اي تي. عشان يساعد في عمليه الهضم. ما دام بيطلع في ضغط كده يبقى اكزوكراين ولا اندوكراين؟ اكزوكراين. خلاص، واحنا في قلب البنكرياس لقيت فيه خلايا، مجموعه خلايا كده اسمها ايلتس اوف لانجرهانز، جزر لانجرهانز. في من ضمنها البيتا سيل، دي بتطلع هرمون اسمه هرمون الانسولين. بتطلع الانسولين ده في الدم على طول من غير ضغط. بتطلعه في الدم على طول من ايه؟ من غير ضغط، والدم يشيل الانسولين ده ويوزعه لكل الايه؟ لكل التيشوز بتاعت الجسم. يبقى هو كمان مثال من الاندو ايه؟ اندوكراين. يبقى البنكرياس يعتبر مثال من الاكزوكراين ومثال من الاندو ايه؟ كراين. مثال من الاكزوكراين ازاي؟ ان هو بينتج حاجه اسمها البنكرياتيك جوس، بيطلعها في ضغط لقلب الجي اي تي، ما دام في ضغط كده عشان يساهم في عمليه الهضم، يبقى ده اكزوكراين. ولقيت في قلب البنكرياس برضو في خلايا اسمها ايلتس اوف لانجرهانز، مجموعه خلايا فيها اسمها البيتا سيل، بتطلع هرمون الانسولين. بتطلعه ازاي؟ وزود ضغط، من غير ضغط، في الدم على طول، والدم يشيل الايه؟ الانسولين ده ويوديه لكل الايه؟ التشو. يبقى يعتبر كمان مثال من الاندو ايه؟ من الاندوكراين. سامعين يا دكاتره الصوت؟ خلاص ماشي. الهرمونز يا جماعه، كلمه هرمون معناها ايه؟ دي مواد اكتف بتطلع منين؟ من الاندوكراين جلاند، خلاص تمشي في الدم، والدم يعتبر وسيله المواصلات اللي هتنقلها لكل التيشو. يعني ايه اندوكراين جلاند؟ اللي هي الغدد الصماء اللي هي من غير ضغط، بتطلع افرازاتها، بتنشع افرازاتها كده في الدم على طول، والدم يشيل الايه؟ الهرمونات دي ويوديها لكل التيشوز. وفي مثال حاجه ثانيه اسمها اكزوكراين جلاند. الاكزوكراين جلاند دي اللي بتطلع افرازاتها في ضغط لقلب الجي اي تي، خلاص، او لقلب اي حاجه في الجسم. ما دام في ضغط يبقى دي اكزوكراين ايه؟ اكزوكراين جلاند. فهمتوها؟ طب اي هرمون يا جماعه عشان يشتغل لازم له اوبتيمم كونسنتريشن يشتغل فيه؟ اي هرمون عشان يشتغل لازم له اوبتيمم كونسنتريشن يشتغل فيه. خلاص، لو زاد تحصل كارثه، لو قل تحصل كارثه. يعني مثلا زي هرمون الثايروكسين التي 3 والتي 4 عشان يشتغل لازم له نورمال ايه؟ كونسنتريشن، اوبتيمم كونسنتريشن. لو زاد تحصل كارثه اسمها هايبر ثايروديزم، لو قل تحصل كارثه اسمها هايبو ايه؟ هايبو ثايروديزم. طب مين بقى اللي بيظبط لي الليفلز بتاعت الهرمونات في الدم تفضل نورمال، تفضل في اوبتيمم كونسنتريشن؟ ليه ما بتزيدش وليه ما بتقلش؟ انا بتكلم عن البني ادم الطبيعي. بيقول لك هاو تو ريجليت الهرمون. اول حاجه بيقول لك في هرمونات بتتحكم في هرمونات، في هرمونز ريجليتد باي انذر هرمون. خلاص، ازاي دي؟ فانتوا عارفين في غده عندنا رئيسيه في البرين اسمها البيتويتري جلاند، الغده النخاميه دي، الغده المايسترو او الغده الماستر بتاعت ايه؟ الغدد الثانيه. ماشي، غده البيتويتري جلاند دي متحكمه في الثايرويد جلاند، متحكمه في الادرينال كورتكس، متحكمه في الاوفري، متحكمه في التستس. ازاي؟ تعالوا نشوف. يعني مثلا الثايرويد جلاند دي بتطلع هرمون الايه؟ الثايروكسين التي 3 والتي 4، التراي ايودو سايرونين وتترا ايودو سايرونين اللي هو هرمون الثايروكسين. هل الثايرويد جلاند بتطلع تي 3 والتي 4 لوجه الله كده في الدم؟ لا، لازم يجي لها امر الاول منين؟ من البيتويتري جلاند، من الغده المايسترو. خلاص، الامر بتاع البيتويتري جلاند هرمون اسمه ايه؟ اسمه تي اس اتش، ثايرويد ستيميوليتنج هرمون. الهرمون ده يطلع البيتويتري جلاند يشغل ريسبتور على الثايرويد جلاند، اول ما يشغل الريسبتور دي يخلي الثايرويد جلاند تطلع تي 3 وتي تي ايه؟ والتي 4. وفي امر كنترول على البيتويتري جلاند منين؟ من الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس دي المدير بتاع البيتويتري جلاند، بتطلع هرمون اسمه تي ار اتش، ثايرويد ريليزنج هرمون. يبقى الموضوع بيبتدي منين؟ من الهايبوثالاموس، ان الهايبوثالاموس بتطلع ثايرويد ريليزنج هرمون ينشط البيتويتري جلاند، فتطلع تي اس اتش، تي اس اتش ينشط الثايرويد فيخليها تطلع ايه؟ ثايروكسين. الثايروكسين بيطلع يعلى يعلى لغايه لما يوصل للنورمال فاليو. طب اول لما يزيد فوق النورمال فاليو ايه اللي بيحصل؟ خلاص، التي 3 والتي 4 ده اول لما يعلى عن النورمال فاليو بتاعته في الدم يقوم رايح للبيتويتري جلاند وراجع للهايبوثالاموس يناديهم يقول لهم يا جماعه انا كتير تقللوني، يا جماعه كفايه انا كتير تقللوني، فتلاقي التي ار اتش ايه؟ يقل، والتي اس اتش يقل عشان التي 3 والتي 4 يقل ينزل للنورمال فاليو تاني. اسم العمليه دي اسمها نيجاتيف فيدباك انهبيشن، ان اول لما الثايروكسين يزيد او اول لما الهرمون يزيد يقوم رايح منادي باعلى صوته فوق للبيتوتري جلاند والهايبوثالاموس يا جماعه انا كتير تقللوني، فتلاقي تي ار اتش يقل والتي اس اتش يقل عشان الثايروكسين يقل. طب لو التي 3 والتي 4 اللي طالع قليل، لو اللي طالع قليل اللي هينادي فوق يقول يا جماعه انا كتير قللوني ولا قليل زودوني؟ لا لا قليل زودوني، فيحصل التي ار اتش ايه؟ يزيد والتي اس اتش يزيد عشان الثايروكسين يزيد ويوصل للنورمال فاليو. فهمتوها؟ دي اسمها بوست فيدباك ستيميوليشن، بوست فيدباك ستيميوليشن. فهمتوها؟ يبقى لو الهرمونات
الثيروكسين زاد لازم التي اس اتش والتي ار اتش ايه يقلوا، ولو الثيروكسين قل لازم التي اس اتش والتي ار اتش ايه يزيدوا. فهمتوا؟ بنفس الطريقه نخش على الغده اللي بعد كده، غده اسمها الادرينال كورتكس. الادرينال جلاند دي غده فوق الكليه، غده فوق الكليه الادرينال جلاند دي. خلاص الغده دي اللي فوق الكليه اللي هي الادرينال جلاند فيها ايه جزئين، في جزء اسمه الكورتكس القشره، وفي جزء جوه اسمه المضله. الادرينال جلاند فيه قشره الكورتكس، ادرينال كورتكس، وفيه المضله. الكورتكس بتطلع هرمون اسمه جلوكوكورتيكويدز، بتطلع الجلوكوكورتيكويدز اللي هو هرمون مين؟ الكورتيزون. هل الادرينال كورتكس بتطلع كورتيزون كده في الدم لوجه الله؟ لا، لازم يجي لها امر الاول منين؟ من البيتويتري جلاند، من الغده المايسترو. الامر بتاع البيتويتري جلاند اسمه اي سي تي اتش، ادرينو كورتيكو تروفيك هرمون. الاي سي تي اتش يطلع من البيتويتري جلاند ينشط الادرينال كورتكس يخليها تطلع ايه؟ كورتيزون. وفي ابر كنترول من الهايبوثالامس انها بتطلع سي ار ايه؟ سي ار اتش، كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون. كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون. يبقى البيتويتري ايه؟ الهايبوثالامس الاول تطلع كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون، يروح ينشط البيتويتري جلاند، فالبيتويتري جلاند تطلع الاي سي تي اتش، الاي سي تي اتش يطلع ينشط الادرينال كورتكس يخليها تطلع كورتيزون، يطلع الكورتيزون لغايه النورمال فاليو. اول لما الكورتيزون يا جماعه يزيد فوق النورمال فاليو يقوم رايح ايه؟ يرجع للبيتويتري جلاند ويرجع للهايبوثالامس، يا جماعه انا كتبت قللوا لي، فتلاقي السي ار اتش يقل والاي سي تي اتش يقل عشان الكورتيزون يقل. ولو الكورتيزون اللي طالع قليل هينادي فوق يا جماعه قليل زودوني، فتلاقي الاي سي تي اتش يزيد والسي ار اتش ايه؟ يزيد، عشان الكورتيزون يفضل ايه؟ في النورمال ليفل بتاعه. فهمتوا؟ طب ايه اللي يحصل لو انا خدت كورتيزون كتير من بره؟ لو مثلا لعيب كوره، الكورتيزون مشهور ان هو دواء انتي انفلاماتوري ملوش حل، دواء انتي انفلاماتوري ساحر. يعني مثلا لو لعيب كوره مثلا اتخبط في رجله خبطه جامده، واحد ضربه في رجله مثلا كدمه جامده، او واحد مثلا ايه ونزل على السلم كده الكعبل داس بتقله كله على رجله، رجليك جزعت، الدكتور يكتب له راحه في السرير اسبوع. او لعيب الكوره ده يكتب له الدكتور راحه في السرير مثلا اسبوع، لو خد كورتيزون بعد ثلاث ايام ينزل يلعب كوره. كورتيزون دواء انتي انفلاماتوري بيظهر انفلاميشن بشكل رهيب. دواء انتي انفلاماتوري ملوش حل. رهيب جدا، فتلاقي لعيبه الكوره كلهم ماشيين على ايه؟ على الكورتيزون، بياخدوا كورتيزون كتير من كتر طبعا الخبط والرزع اللي بيحصل لهم. ماشيين على الكورتيزون كتير، فالكورتيزون في دمهم ايه؟ هيعلى، او واحده بس عايزه تتخن. تقوم رايحه واخده كورتيزون، اقراص اسمها ديكسازون من الصيدليه. معروف الكورتيزون بيتخن، يخزن ميه تحت الجلد ويعمل دهون وكده، يتخن شويه. فتلاقي الستات ماشيه على ايه؟ على الكورتيزون، او لعيبه الكوره ماشيه على الكورتيزون عشان انتي انفلاماتوري. فالكورتيزون في الدم ايه؟ هيعلى، لما يعلى الكورتيزون في الدم هيقول يا جماعه انا كتير قللوني، فتلاقي الاس تي اتش يقل والسي ار اتش يقل. اول لما الاس تي اتش يقل هل الادرينال كورتكس اللي جوه هتطلع كورتيزون؟ مش الادرينال كورتكس اللي بتطلع كورتيزون لما يجي لها اس تي اتش؟ هي انت خدت كورتيزون من بره، فالكورتيزون لما زاد في الدم قلل الاس تي اتش. فالغده الادرينال كورتكس دي ملهاش، مفيش اس تي اتش ايه جاي لها، فتلاقي مش هتطلع كورتيزون من جوه. فايه اللي يحصل؟ الغده مش شغاله. ايه اللي يحصل فيها على مرور الوقت؟ يحصل فيها ادروفي، ضمور. خلاص فات الميعاد بقى، الغده باظت، خلاص يبقى قابلني بقى عشان ترجع تاني. فهمتوها؟ انت خدت الهرمون من بره، الغده اللي جوه تقول ايه؟ طب ما ده خلاص، ما دام انت بتديني من بره اطلع لك انا من جوه ليه؟ فالغده ما تشتغلش، الغده مش شغاله لفتره، يحصل فيها ضمور، تحصل كارثه. فخلي بالك في التعامل مع الهرمونات، ان انت لو خدت هرمون كتير من بره الغده اللي جوه بطلت ايه؟ تطلع. خدت كورتيزون كتير من بره، فالكورتيزون كتير اللي بره ده يقلل الاس تي اتش، فالغده اللي جوه مش هتطلع الكورتيزون. فايه اللي يحصل في الغده اللي جوه؟ يحصل فيها اتروفي، يحصل فيها ضمور، دي كارثه. طب نخش بعد كده على الغده اللي بعدها كده، الاوفرز، المبايض في الستات. المبايض في الستات يا جماعه، الاوفري في الستات بتطلع ايه؟ بيطلع الاستروجين، هرمون الانوثه، والبروجسترون، ويكون الاوفم. ايه الاوفم دي؟ اللي هي البويضات اللي بتخلي الست تخلف. مش البويضه دي اللي بتقابل السبرم؟ السبرم يروح يلقحها تبقى فرتلايز، والاوفم دي لما تتلقح تروح تتزرع في الطنط رحمه وتبقى بيبي. خلاص يبقى الاوفر بيطلع استروجين ويطلع بروجسترون ويخلي ايه؟ ويكون الاوفم اللي بتخلي الست ايه؟ تخلف، تقابل السبرم، تتلقح تروح تتزرع في الطنط الرحمه وتبقى بيبي. طب ازاي؟ هل الاوفر بيطلع استروجين ويطلع بروجسترون ويكون الاوفم لوجه الله كده في الدم؟ لا، لازم يجي امر الاول منين؟ بتويتري جلاند. الامر بتاع البتويتري جلاند اسمه اف اس اتش وال اتش، فوليكولار ستيميليتنج هرمون، وال اتش ليوتنايزنج ايه هرمون. الاف اس اتش وال اتش ينشط الاوفري يخليه يطلع استروجين ويكون بروجسترون ويكون الايه؟ الاوفر عشان الست تخلف. وفي ابر كنترول على منين؟ من الهايبوثالامس، عن طريق اف اس اتش ريليزنج هرمون وال اتش ريليزنج ايه هرمون، بيطلع من الهايبوثالامس ينشط البتويتري فيطلع اف اس اتش وال اتش على الاوفري فيطلع استروجين وبروجسترون ويكون الايه؟ الاوفر. فهمتوها؟ طب ايه اللي يحصل يا جماعه لو واحده خدت هاي دوز من الاستروجين والبروجسترون من بره؟ لو خدت استروجين وبروجسترون كتير من بره، الاستروجين والبروجسترون في دمها ايه؟
هيعلى، فيروح ينادي باعلى صوته فوق يا جماعه كتير تقللوني، فتلاقي الاف اس اتش يقل والال اتش يقل. لما الاف اس اتش والال اتش يقلوا، هل الاوفن هيطلع استروجين؟ هل هيطلع بروجسترون؟ هل هيكون الاوفن؟ لا. يبقى هل الست دي هتخلف؟ لا. وهي دي فكره اقراص منع الحمل. هي اقراص منع الحمل الاورال كونتراسبتيف عباره عن ايه؟ هاي دوز من الاستروجين والبروجسترون، الست بتاخدها من بره. فايه اللي يحصل لما تاخدها من بره؟ تركيز الهرمونات يزيد، فالاف اس اتش والال اتش، الاف اس اتش والال اتش ده هو ده الراعي الرسمي لتكوين الاوفم وتحرير الاوفم. اف اس اتش والال اتش يساوي اوفم. في اف اس اتش وفي ال اتش يبقى في اوفم، مفيش اف اس اتش ومفيش ال اتش يبقى مفيش ايه؟ اوفم. ايه؟ من بره ازاي؟ هاي دوز من الاستروجين والبروجسترون. فالاستروجين والبروجسترون لما يزيد في دمها الاف اس اتش والال اتش اللي بيكونوا الاوفم ايه اخبارهم؟ هيقلوا بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم. فهل الاوفر هيطلع استروجين؟ هل هيطلع بروجسترون؟ هي اللي هيكون الاوفم؟ يبقى هل الست دي هتخلف؟ لا. وهي دي فكره اقراص منع الحمل. ماشي. نخش بعد كده التستس، الخصيه في الرجاله دي اللي بتكون هرمون الايه؟ التستوستيرون هرمون الذكوره. هو ده اللي بيخلي الراجل يبقى راجل. ايه؟ شبهه سنسيتك سنسيتك يعني. سنسيتك استروجين وسنسيتك بروجسترون. خلاص. يزيد في الدم. يخدع الجسم، يزود يزيد او في الدم فيقلل الاف اس اتش. ما دام مفيش اف اس اتش مفيش ال اتش مفيش اوفر. الاوفر بتتكون بالاف اس اتش والال اتش. فهمتوا؟ نخش بعد كده الغده اللي بعد كده اللي هي التستس، الخصيه في الرجاله دي بتطلع ايه؟ هرمون التستيرون هرمون الذكوره. هرمون الذكوره ده هو ده اللي بيدي شكل جسم الولد، هو ده اللي بيدي شكل جسم الولد، له صفات الذكوره، شنب بقى ودقن وصوت خشن وشكل جسمه. تلاقي جسم الولد كده صب حته واحده كده خلاص تمام، ومليان عضلات، جسمه كله فيه عضلات. ماشي. لكن جسم البنت اللي بيدي شكله اللي هو ليه؟ الاستروجين هرمون الانوثه. تمام. فالتستيرو مشهور ان هو بيبني عضلات للولد، يخلي جسم الولد فيه عضلات. والتسس برضو بتكون السبرم، زودوها دي السبرم اللي هي الحيوانات المنويه دي اللي بتخلي الولد يخلف، دي اللي بتخلي الراجل يخلف. السبرم دي اللي بتقابل الاوفم وتلقحها وتبقى في البلازما والاوفم وتروح تتزرع. طب هل التستس بتكون تستيرون وتكون السبرم كده الوجه اللافت ده؟ لا. لازم يجي ايه؟ امر من البيتوتري جلاند. الامر بتاع البيتوتري جلاند هرمون ال ال اتش. ال ال اتش اللي في الستات ده موجود برضه في الرجاله. خلاص. موجود في الرجاله بيعمل ايه؟ بينشط التستس انها تطلع تستيرون وتكون السبرم. وفي امر كنترول من الهايبوثالاموس عن طريق ال اتش ريليزنج ايه؟ هرمون. ايه اللي يحصل بقى لو واحد خد تستوستيرون من بره كتير؟ يعني واحد مثلا لقى عضلاته ضعيفه، واحد هزيل كده ورفيع وكده، عايز بقى يروح الجيم خلاص، وعايز بقى ايه؟ يلعب بقى وايه وعضلاته تكبر وكده، فيقوم عامل ايه؟ يروح ياخد تستوستيرون من بره. خلاص. حقن اسمها حقن ديكا وديكا درابولين. تستوستيرون من بره، سلسله التستوستيرون. لما ياخد تستوستيرون من بره ايه اللي هيحصل؟ التستوستيرون في دمه ايه؟ هيزيد. ولو زاد التستوستيرون في دمه هيروح ينادي بقى على صوته فوق يا جماعه انا كتير تقللوني على البيتوتري جلاند، فتلاقي ال اتش يقل والال اتش ريليزنج هرمون. لما ال ال اتش يقل يبقى هل التستس هتطلع تستيرو؟ هل هتكون السبرم؟ فايه اللي يحصل في التستس دي؟ يحصل اللي بيصنع السبرم ال ال اتش ميل ال ال اتش. والتستيرون داخل برضه بيساعد، فاهم الفكره؟ بس ال ال اتش ده الاساس. فالتستس دلوقتي التستيرون هو خده من بره، اديك اديك اضربه ليه؟ خده من بره. فايه اللي يحصل؟ التستيرون في دمه ايه؟ هيزيد. لما يزيد يروح يعمل نيجاتيف فيدباك ميكانيزم يا جماعه كتير تقللوني، فتلاقي ال اتش يقل. لما يقل ايه؟ الهرمون نفسه اللي يزيد يروح يشغل ريسبتور في البيتوتري جلاند. لما يزيد ويشغل ريسبتور في البيتوتري جلاند معناها يا جماعه انا كتير تقللوني، فيبدا البيتوتري جلاند تقلل ال اتش. لما تقلل ال اتش هل التستس من جوه هتشتغل؟ هل هتطلع تستيرون؟ هل هتكون سبيرم؟ فيحصل فيها ايه؟ اتروفي، ضمور، يجي له عقم، يبقى يفرح بنفسه بقى، تلاقي طويل وعريض وزي الحيطه ومليان عضلات بس من جوه ضايع، مفيش اي سبرم، خلاص عنده عقم، عنده ايزوسبرميا. فهمتوا الفكره؟ يبقى خلي بالك لو انت خدت الهرمون من بره ممكن الغده اللي جوه تبطل ايه؟ تطلع. ولو الغده اللي جوه ما اشتغلتش الفتره يحصل فيها ضمور اتروفي وممكن تبوظ فيها، يبقى بني بقى لو عايز ترجعها تاني. ماشي. يبقى معظم الهرمونات يا جماعه اللي بيتحكم فيها مين؟ البيتوتري جلاند عن طريق هرمونات تل والهايبوثالامس. ان الهرمونات بتطلع، لو الهرمونات زادت ايه اللي يحصل؟ خلاص يحصل نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، الاستيميليتنج هرمون والريليزنج هرمون يقلوا. ولو الهرمونات اللي طالعه قليله ايه اللي يحصل؟ استيميليتنج والريليزنج ايه؟ يزيدوا، اللي هي عمليه البوست فيدباك استيميليشن. فهمتوها؟ طب نخش بعد كده بقى على ايه؟ هو احنا
مالها؟ لو خدتها فتره طويله ايه اللي هيحصل؟ اه طبعا ممكن تاثر على الاوفري، خلاص تاثر على الاوفري بعد فتره طويله، وخدت راس مال حمل او وسائل مال حمل لفترات طويله جدا ممكن ياثر عليها، بعد كده ما تقدرش تخلف طبيعي بقى، تيجي توقف الوسيله تقعد تدوخ بقى هي وجوزها، تحفى هي وجوزها على العيل بقى. ليه؟ لان الغدد اللي جوه والاوفري اتاثر بايه؟ باخدان اللي ايه وسائل مال حمل دي لفترات طويله. في هرمونات بقى ملهاش دعوه بالليله بتاعت البيتويتري والهايبوثالامس، في هرمونات ملهاش دعوه بالشبكه بتاعت الايه؟ البيتويتري والهايبوثالامس، في هرمونات المتحكم فيها ماده كيميائيه. كيميكال سبستانس، ماده كيميائيه. زي مين؟ زي هرمون الانسولين. الانسولين يا جماعه ده خلاص مين المتحكم فيه؟ ماده كيميائيه اسمها بلاد جلوكوز ليفل. الجلوكوز في الدم. خلاص لو الجلوكوز في الدم زاد يطلع انسولين عشان ايه؟ يقلله. الانسولين ده عدو الجلوكوز. مشهور بالاسم ده، عدو الجلوكوز. لو الجلوكوز زاد يطلع انسولين عشان ايه؟ يقلله. يعني انا صايم وانا صايم هل في انسولين في دمي؟ لا، هتلاقي الانسولين قليل. اول لما اجي افطر بقى وادبها في الاكل جامد الجلوكوز ايه؟ هيعلى، فيطلع انسولين عشان يقلله. فهمتوها؟ يبقى المتحكم في مستوى الانسولين في الدم ماده كيميائيه اسمها بلاك جلوكوز ليفل. في حاجه ثانيه زي الباراثرمون، بي تي اتش باراثرمون. الباراثرمون ده المتحكم فيه السيرم كالسيوم، ماده كيميائيه اسمها سيرم كالسيوم. اكتبوا جنب الباراثرمون ده حارس الكالسيوم في الدم، ده حارس الكالسيوم في الدم. لو الكالسيوم قل يطلع باراثرمون عشان يزوده. اكتبوا جنب الباراثرمون ده حارس الكالسيوم في الدم، لو الكالسيوم قل في الدم يطلع باراثرمون عشان ايه؟ يزوده. يجيبوا بقى من اي حته، يجيبوا من التستن، من الكليه، من العظم، يتصرف يروح. ايه اللي يحصل يا جماعه؟ خلاص لو عيل صغير او راجل كبير او ست مثلا ما اكلتش كالسيوم او ما اكلش كالسيوم، لا شرب ولا لبن ولا كان ولا اكل بيض ولا اكل سمك، ملح ده كالسيوم دي ما اكلهاش خالص، يحصل في السيرم كالسيوم تفز ويطلع الباراثرمون. الباراثرمون هيعمل ايه؟ هيجيب كالسيوم، يزود الكالسيوم في الدم. هيجيبه منين بقى؟ يفك الكالسيوم من العظم. لما يفك الكالسيوم من العظم هيبقى العظم ايه؟ هش. يحصل اوستيوبروزس، وهو ده السبب بتاع الاوستيوبروزس، هشاشه العظام. يبقى سبب هشاشه العظام ايه؟ ان انا ما باكلش كالسيوم، ما شربتش لا لبن ولا بيض ولا اكلت جبن ولا حاجه زي، فالكالسيوم في الدم يقل. مين يستفز؟ الباراثرمون يطلع يجيب الكالسيوم للدم. هيجيبه منين؟ يفك الكالسيوم من العظم، فيبقى العظم هش، سهل ان هو يتكسر، يعمل اوستيوبروز. طب علاج الحاله دي ايه؟ كل كالسيوم. خلاص لما تاكل كالسيوم كتير او تاخد اقراص كالسيوم او كده، خلاص ايه اللي هيحصل؟ الكالسيوم يعلى فين؟ في الدم، فالباراثرمون يقل، فالكالسيوم اللي زاد في الدم ده يروح يتوصل بين شويه في العظم، فالعظم يقوى. فهمتوها؟ ماشي. في هرمون ثالث، هرمون اسمه هرمون الالدوستيرون. الالدوستيرون اكتبوا جنبه حارس الصوديوم في الدم، ده حارس الصوديوم في الدم. لو الصوديوم قل الالدوستيرون يطلع يكسبني ايه؟ صوديوم، يجيب لي صوديوم. الصوديوم لو السيرم صوديوم قل الالدوستيرون يطلع يجيب الصوديوم. بيجيبه منين؟ بيجيبه من اليورين، ياخد الصوديوم بتاع اليورين خلاص يدخله لي الدم، وينزل مكانه بوتاسيوم. اه يعمل صوديوم ري ابزوربشن وينزل مكانه بوتاسيوم. معروف قوي الالدوستيرون يكسب صوديوم ويخسر ايه؟ بوتاسيوم. يبقى الالدوستيرون مين اللي هيستفزه ومين اللي هيخليه يطلع على طالع الالدوستيرون يكسبني صوديوم من اليورين، لازم في البول يدخلوا لي للدم تاني يوم صوديوم ري ابزوربشن، وينزل مكانه شويه بوتاسيوم يعمل هايبوكاليميا. تمام. في هرمونات بقى مالهاش دعوه لا بالبيتويتري جلاند ولا بالهايبوثالامس ولا بالكيميكال سبس، في هرمونات المتحكم في خلاص الجهاز العصبي النيرفس سيستم، زي هرمون مين؟ الادرينالين، زي هرمون الادرينالين او الابينفرين. الم السلام عليكم، ازيك يا دكتور عامل ايه؟ زي هرمون الادرينالين. هرمون الادرينالين ده يا جماعه بيطلع منين؟ من غده اسمها الادرينال مضله. فاكرين الادرينال جلاند الغده اللي فوق الكليه؟ خلاص مش قلنا في كورتكس القشره وفي المضله؟ الكورتكس قلنا بتطلع كورتيزون. طب المضله اللي جوه النخاع بتاعها اللي جوه بيطلع ايه؟ بيطلع ده المصنع اللي بيطلع الادرينالين والنور ادرينالين، بيطلعهم في الدم على طول كده. يبقى الادرينال المضله دي المصنع اللي بيطلع الادرينالين والنور ادرينالين. طب انت هتطلع ادرينالين ونور ادرينالين، بيقول لك وصل لها من السي ان اس نيرف اسمه سمباثيك نيرفس سيستم، وصل لها من البرين من السي ان اس والسباينال كورد، وصل لها ايه؟ نيرف اسمه سمباثيك نيرفس سيستم. اول لما اجي اتنرفز او اتعصب او اجري او او اعمل فايتنج، السمباثيك نيرفس سيستم ده ايه؟ يشتغل، فيقوم دالق ماده اسمها استايل كولين. استايل كولين ينشط
الادرينال مضلة، فتبدا تطلع ادرينال نور ادرينال. تمام، يعني احنا واحنا قاعدين هاديين كده، هل الادرينال نور ادرينال موجود؟ لا موجود بكميه قليله قوي. اول لما اجي انرفزكوا اعصبكوا اجريكوا ايه اللي هيحصل؟ السمباثيك يشتغل، السمباثيك نيرف يشتغل، يقوم ده الاسيتيل كول على الادرينال مضلة، فيبدا يطلع ادرينالين او نور ايه؟ ادرينالين. يبقى المتحكم في الادرينال نور ادرينالين نيرفس سيستم اسمه السمباثيك نيرفس ايه؟ سيستم. فهمتوها؟ يبقى في هرمونات المتحكم فيها هرمونات ثانيه زي البيتويتري جلاند والايه؟ والهايبوثالاموس اللي هي الشبكه بتاعت الهرمونات اللي احنا قلناها. اهي. وفي هرمونات ثانيه متحكم فيها ايه؟ كيميكال سبستانس، ماده كيميائيه زي الانسولين وزي الباراثرمون وزي الالدوستيرون. وفي هرمونات المتحكم فيها ايه؟ النيرفس ايه؟ تعالوا نشوف بقى. بصوا احنا هنتكلم اول حاجه عن مرض اسمه مرض السكر، مرض دايابيتس ميليتس. عشان افهم الدايابيتس ميليتس لازم افهم الاكشن الاول بتاعت الانسولين. عشان افهم الدايابيتس ميليتس مرض السكر لازم افهم الاول الاكشن بتاع الانسولين. ايه هو الاكشن بتاع الانسولين؟ الاكشن بتاع الانسولين يا جماعه ملخص اللي احنا خدناه في الكليه في الفارما والبايو خلاص والكلينيكال، اربع اكشنز رئيسيه للانسولين. ايه هما؟ اول حاجه ان هو بياخد الجلوكوز من الدم يدخله الخليه ويحرقه، بيعمل جلوكوز ابتيك اند يوتيلايزيشن. يخلي الخلايا تعمل ابتيك للجلوكوز، تسحب الجلوكوز وتحرق الجلوكوز ده، تنتج منه طاقه، تعمل فيه يوتيلايزيشن. الانسولين بيخلي المصدر الوحيد للطاقه في الجسم هو الكربوهيدرات، هو الجلوكوز. يبقى الانسولين اول اكشن ليه بياخد الجلوكوز من الدم يدخله الخليه ويحرقه، يخلي المصدر الوحيد للطاقه في الجسم هو الكربوهيدرات او الجلوكوز. فيعمل ايه في الجلوكوز في الدم؟ يقلله. مش قلنا عدو الجلوكوز بيقلل الجلوكوز في الدم؟ ياخد الجلوكوز يحرقه ويطلع منه طاقه، يدخله الخلايا يحرقه ويطلع منه طاقه، فبيقلل الجلوكوز في الدم. طب تاني اكشن ليه؟ بياخد الفري فاتي اسيد من الدم، الفري فاتي اسيد من الدم يدخلها جوه الاديبوس تيشو ويصنع منها دهون. معروف ان الانسولين بيتخن، خلاص الانسولين بيتخن، بياخد الفري فاتي اسيد من الدم يدخلها جوه الاديبوس تيشو ويصنع منها فاتس دهون، بيزود اللايبوجينيسيس ويقلل اللايبوليسيس ويقلل تكسير الدهون، يتخن. والدليل على ذلك ان الانسولين بيتخن، لو واحد كل نشويات كتير مش يتخن؟ لو اكلت مكرونه ورز وعيش كتير اتخن ولا ما اتخنش؟ اتخن. ليه بقى؟ لما اكل انا الحاجات دي النشويات كتير الجلوكوز في دمي هيعلى قوي، فيطلع مين؟ انسولين، ياخد شويه من الجلوكوز يحرقهم يطلع منهم طاقه. لسه الجلوكوز عالي يقوم واخد الجلوكوز يصنع منه جلايكوجين في الليفر، لسه الجلوكوز عالي يقوم واخد الجلوكوز يحوله لفري فاتي اسيد ويروح يرسب الفري فاتي اسيد دي في سويه فاتس في الادبوس تيشو، فتلاقي انها اتخن. فهمتوها؟ فهمتوا ازاي الانسولين بيتخني؟ لو انت اكلت نشويات كتير بتتخن ازاي؟ اكلت جلوكوز كتير، الجلوكوز بيعلى في الدم جامد فيطلع انسولين ياخد شويه جلوكوز يحرقهم. خلاص لسه الجلوكوز عالي ياخد الجلوكوز يخزن منه شويه جلايكوجين في الليفر، لسه الجلوكوز عالي يروح يصنع منه فري فاتي اسيد والانسولين ياخد الفري فاتي اسيد يصنع منها فاتس ويترسب في الاديبوس تيشو فيبدا يتخن. تمام. طب الاكشن الثالث بتاع الانسولين انه بياخد الامينو اسيد من الدم يدخلها جوه السكيليتال ماسل ويبني منها بروتين. بياخد الامينو اسيد من الدم يدخلها جوه السكيليتال ماسل يبني منها ايه؟ بروتين، يزود البروتين سينثيسيس. الاكشن رقم اربعه انه بياخد البوتاسيوم من الدم يدخله الخلايا، بيعمل بوتاسيوم ابتيك. فيعمل ايه في البوتاسيوم في الدم؟ يقلله، بيعمل هايبوكاليميا. الانسولين معروف ان هو بيعمل هايبوكاليميا، بيدخل البوتاسيوم من الدم للخلايا فيقلل البوتاسيوم في الدم يعمل هايبوكاليميا. يبقى ايه هم الاربع اكشن بتاع الانسولين؟ الاربع اكشن دول ده الاساسيات، ما ينفعش ان انا اخرج من الكليه ومش عارفهم. عشان واحد يتقال عليه صيدلي ما يعرفش الاربع اكشن دول. خلاص؟ يعني مثلا انا نفسي بنسى التفاصيل، تفاصيل كتير قوي دي انا بنساها. ساعات بنسى اسماء ادويه حاجات دي. لكن في حاجات كده رئيسيه، حاجات كده الواحد ما ينساهاش، اساسيات كده الواحد ما ينساهاش. من ضمن الاساسيات اللي ما تتنسيش اللي هو الاكشنز بتاعت الانسولين. اربع اكشن. ده ملخص الاكشنز اللي خدناها في الكليه، بياخد الجلوكوز يدخله الخلايا ويحرقه فيقلل الجلوكوز في الدم. ياخد الفري فاتي اسيد من الدم يصنع منها دهون، يزود اللايبوجينيسيس واللايبوليسيس. بياخد الامينو اسيد من الدم يصنع منها بروتين في السكيليتال المصري. خلاص بياخد البوتاسيوم من الدم يدخله الخليه فيقلل البوتاسيوم في الدم يعمل هايبوكاليميا. طب مريض السكر بقى ايه الاخبار؟ مريض دايابيتس ميليتس عنده الانسولين ايه؟ مش موجود. او عنده الانسولين موجود بس الريسبتور بايظه مش عارف يشتغل. الانسولين مش موجود او قليل. لو الانسولين مش موجود ايه اللي هيحصل؟ هل الاكشنز دي هتتم؟ الغوا بقى الاكشن اللي فوق. يبقى هل الجلوكوز هيخش الخليه؟ هل هيتحرق؟ فالجلوكوز في الدم ايه اخباره؟ هيزيد. لما الجلوكوز يزيد في الدم يعمل هايبر جلايسيميا، يقعد يزيد يزيد يزيد. اول لما يعلي اول لما يزيد يعدي ال 180 مللي جرام بر ديسيليتر يقوم نازل فين؟ في اليورين. لما ينزل في اليورين يسحب ميه كتير في اليورين فيعمل بولي يوريا وبولي ديبسيا، يطلع يورين كتير يطلع ميه كتير في اليورين.
فهعطش كتير. بولي دبسي، بولي يوريا وبولي دبسي. يبقى اول اكشن، اول ايه سيمتوم، ان الجلوكوز مش هيخش ولا يتحرق لان مفيش انسولين، فالجلوكوز هيعلى في الدم، يقعد يعلى يعلى يعلى، اول ما يعدي 180 ملغ جرام ديسليتر يقوم نازل فين؟ في اليورين، ويقوم ساحب ميه كتير في اليورين، فيعمل بولي يوريا، بولي يوريا دي تعمل بولي ايه؟ بولي دبسي. مش بس كده، بيحصل لمريض السكر حاجه اسمها بوليفيجيا، تلاقيه ايه؟ مفجوع، ياكل كتير قوي وشره الاكل السكريات. تلاقي جسمه غرقان جلوكوز، تلاقي سكره 400 ولا 300 ولا 500، وتلاقي عايز ياكل سكريات تاني، بيبقى شره جدا لاكل بقى الشوكولاته والحلاوه الطحينيه والبسبوسه والجاتوه. ليه؟ ليه بقى؟ ايه السبب؟ يقول لك تعالى نشوف. اول سبب ان بيبقى في مركز عندنا في البرين اصلا في الايه؟ في الهايبوثالامس. في مركز في الهايبوثالامس اسمه ايه؟ ساتايت سنتر في البرين. ده مركز الشبع. مركز الشبع ده هو ده اللي بيديني احساس الشبع، ان انا اشبع. طب ازاي بقى لما الجلوكوز يزيد؟ يعني انا بس حطيت قدامك صينيه بسبوسه كبيره، هل هتاكلي الصينيه كلها؟ هتاكلي خرطه اثنين ثلاثه، وبعد كده تلاقي نفسك ايه؟ نفسك جزع، شبعتي مش عايز اكل ثاني. ازاي بقى احساس الشبع ده بيجي؟ انا لما اكل خرطه او خرطتين الجلوكوز بيعلى قوي فين؟ في الدم. لما الجلوكوز يعلى في الدم يروح يشغل ينشط الساتايت سنتر فيديني احساس الشبع، فما اكلش ثاني عشان ما يحصلليش هايبر ايه؟ جلايسيميا. مين بقى اللي بيعرف الجلوكوز على الساتايت سنتر عشان يشتغل ويديني احساس الشبع؟ الساتايتي الانسولين. طب لو انا ما عنديش انسولين او الانسولين مش عارف يشتغل اللي هيحصل؟ هل الجلوكوز هيتعرف على الساتايت سنتر؟ يبقى لسه الساتايت سنتر ده هيشتغل. هل هيجي لي شعور الشبع؟ هيجي لي فجعه، ابدا اكل كتير، ابقى شاره الاكل السكريات، شاره الاكل الشوكولاته والحلاوه الطحينيه والبسبوسه والجاتوهات وكل حاجه سكريات. ليه؟ جسمي مش حاسس بالجلوكوز لان مفيش انسولين. فهمتوها؟ يبقى مريض السكر بيشتكي من ثلاثة بولي، بولي يوريا تلاقيه بيخش حمام كتير وبيعطش كتير، بيخش حمام كتير قوي وبيعطش كتير وبياكل كتير. ماشي، يعني مشهور قوي اول لما تلاقي واحد يقول لك انا بخش حمام كتير وبعطش كتير تحلل له سكر، مشهور قوي. روح له حل السكر، ممكن يكون عندك سكر وتلاقيه شاره الاكل السكريات، ويا ريته بياكل كتير ويبان عليه. ده بياكل كتير ويخس، يعني بياكل كتير ويحصل له ويت لوس ويخس. يقول لك واحد كان كده، كان تخين وكده وكان حلو، اول لما جاله السكر اتسل بقى جلد على عظم. طب ليه بقى؟ وبالرغم ان هو بياكل كتير وتلاقيه عمال يخس. ايه السبب بقى؟ بيقول لك بص يا جماعه، ركز بقى معايا، المفروض انا بطلع الطاقه الاول منين؟ من الكربوهيدرات. خلاص، اول حاجه، اول خط الدفاع ليا بخلص بطلع الطاقه من الكربوهيدرات. لو خلصت كل الكربوهيدرات بعد كده اخش على ايه؟ على الفاتس. اخلص كل الفاتس بعد كده اخش على ايه؟ البروتين. ازاي اطلع انا الطاقه من الكربوهيدرات؟ عن طريق الانسولين. الانسولين هو ده اللي بيطلع الطاقه من الكربوهيدرات، بيدخل الجلوكوز للخليه ويحرقه فيطلع طاقه الكربوهيدرات. طب لو انا ما عنديش انسولين يبقى هل اعرف اطلع الطاقه من الكربوهيدرات؟ هل الجلوكوز هيخش الخليه؟ هل هيتحرق؟ فكان ما عنديش كربوهيدرات، فهبدا احرق في مين؟ في الفات، وهبدا احرق في مين؟ بروتين. نواتج حرق الفات بقى يحصل فات، هيحصل بيتا اوكسيديشن لايبوليسيس. نواتج حرق الفات هتنتج لي اي تي بي طاقه، وتتكون لي حاجه اسمها كيتون بوديز، اسيتون واسيتو اسيتو اسيتك اسيد وبيتا هيدروكسي بيوتريك اسيد. اسيتون واسيتو اسيتك اسيد، اسيتو اسيتك اسيد وبيتا هيدروكسي بيوتريك اسيد. تعمل لي حاجه اسمها كيتو اسيدوزس، تعمل لي كيتو ايه؟ اسيدوز. تلاقي الراجل ده داخل لي المستشفى خلاص مغمى عليه، ريح بقه سكره عالي في سبع 400 500 600، سكره عالي جدا، دمه بقى عامل زي المربى بالظبط، مفيش انسولين بقى يحرق الجلوكوز، فالجلوكوز يعلى جدا 600 700 500، دمه زي المربى بالظبط، ولقيت ريحه بقه كلها اسيتون. ريحه بقه روح زي ريحه التفاح المعطب كده بايظ، تعرفوا الريحه اللي لما الواحد يصوم فترات طويله تلاقي في ريحه تنطق في بقه كده، دي ريحه الاسيتون، لازم تلاقيها طالعه قوي منه. خلاص، وتعمل له ايه؟ المواد دي اسيتو اسيتك اسيد وجامع هيدروكسي بيوتريك اسيد، اسيد في الدم هيعمل له ايه؟ اسيدوزس. الاسيدوز دي بتوقف البرين، تعمل كوما. فهمتوها؟ تعمل له كوما. لو الاسيدوزس اسيتو اسيتك اسيد وجامع وبيتا هيدروكسي بيوتريك اسيد، اسيد في الدم يعمل لك اسيدوز. اسيتو اسيتك اسيد، معلش في غلطه، اسيتو اسيتك اسيد وبيتا هيدروكسي بيوتريك اسيد، اسيد في الدم يعمل اسيدوز. الاسيدوز دي كفيله انها توقف البرين، تخلي البرين ما يشتغلش، تعمل كوما. ماشي يا جماعه؟ التلاته ولا اسيتون ولا ايه ده؟ كوما ولا التلاته؟ لا التلاته.
فهمتوها. طبعا علاج الحاله دي لازم ادي انسولين فورا. انسولين بقى يقلل السكر ويمنع ايه؟ حرق الفات، يمنع انتاج الاسيتون بقى والهيدروكسيبيوتريك اسيد. لازم ادي انسولين فورا. جاما هيدروكسيبيوتريك اسيد او بيتا، هو المفروض بيتا هيدروكسيبيوتريك اسيد. بيتا هيدروكسيبيوتريك اسيد. طب وابدا احرق كمان في البروتين. لما احرق في البروتين اعمل بروتين كاتابوليزم بروتين احول امينو اسيد، وبعد كده امينو اسيد يديني طاقه فابدا اخس، يحصل لي ويت لوس. حرقت البروتين وحرقت الفات فابدا اخس. تلاقي الراجل ده بياكل كتير بوليفيجيا وبيخس. طب بيخس ليه؟ لان مفيش انسولين، مش عارف اطلع الطاقه من الجلوكوز، فبحرق في الفات وبحرق في البروتين، فتلاقي الجسم عمال يخس. دي لسه جايه قدام في تايب 2 هنتكلم عنها. يبقى اشهر اعراض ثلاثه: بولي بوليوريا، بوليديبسيا، بوليفيجيا، وبيخس ويت لوس. طب ايه الكومبليكيشن؟ ايه المضاعفات بقى بتاعت مرض السكر؟ اول حاجه اللي هو الكيتو اسيدوز، كارثه ممكن تموته دي او ما تلحقش، ممكن يموت فيها. الكيتو اسيدوز وفهمنا ازاي. تاني مشكله ان بيحصل له ريسك للاثيروسكليروز، بيزيد ريسك لتصلب الشرايين جامد قوي. ليه؟ مش احنا قلنا الانسولين بياخد الفري فاتي اسيد من الدم يروح يصنع منها دهون؟ طب انا لو دلوقتي مش عارف، ما عنديش انسولين، انا ما عنديش ايه؟ انسولين، فالفري فاتي اسيد مش عارفه تخش تصنع دهون، فالفري فاتي اسيد هتبدا تزيد فين؟ في الدم. لما تزيد في الدم تروح تترسب على البلاد فيسل، فتروح تعمل اثيروسكليروز، تصلب شرايين. تروح تعمل تصلب ايه؟ شرايين. تلاقي البلاد فيسل بقى تضيق بقى ومش عارفه تعمل فاز دايليشن. فتدخلني بعد كده في امراض قلب، سي في اس ديزيز، تدخلني بقى في هايبرتنشن وانجينا واريزميا وهارت فيلير بلاوي سود. ماشي، مشهور قوي يقول لك ده جاله سكر، وبعد ما جاله السكر بشويه يقول لك ده جاله كمان ضغط. السكر يجيب ضغط. خلاص؟ ليه؟ لان السكر مرض السوداويسم الفري فات اسيد بتزيد في الدم مش عارفه تصنع دهون، بتروح تترسب على البلاد فيسل تعمل اثرو سكليروز. فتدخله بقى في كوارث، هايبرتنشن وانجينا واريزميا وهارت فيلير، كوارث بقى ايه؟ كوارث امراض القلب. لذلك بعتبر مريض السكر وعنده السكر بس لسه ما جالوش امراض قلب ولا حاجه، بعتبره كورونري هارت ديزيز ايكوفالنت. اكتبوه، مريض القلب فقط، مريض السكر فقط، دايابيتس ميليتس، بعتبره كورونري هارت ديزيز ايه؟ ايكوفالنت. اكتبوه، كانه مكافئ، كانه عنده امراض قلب، كانه عنده مرض في الكورونري. مريض السكر بعتبره كورونري هارت ديزيز ايكوفالنت، لازم اقلل له ال دي ال اقل من 100. عارفين ال دي ال اللي هو الدهون الوحشه، الكوليسترول، لازم اقلله ال دي ال اقل من 100، والافضل اقللها له اقل من 70. لازم اقلله ال دي ال اقل من 100. زي امراض القلب، امراض القلب برضه لو واحد عنده امراض في القلب لازم اقلله ال دي ال اقل من 100، والافضل اقللها له اقل من 70 كمان. تعرفوا ده سؤال بيتسال في الامتحان، دي جايه ان شاء الله في جزء كبير اسمه هايبر ليبيديميا. يسالها ازاي دي؟ يقول لك واحد ايه؟ واحد عنده السكر ماشي، والدهون كانت عنده عاليه وكده، وخد ستاتين، خد اطور. عارفين اطور؟ اطور فاستاتين، الاطور الدهون نزلت بقت 120، الدهون ال دي ال نزل بقى يساوي 120 ملي جرام برديس ليتر. يقول لك اعمل ايه في جرعه الاطور؟ ازودها ولا اقللها ولا اثبتها؟ لا ازودها، مش احنا التارجت ان انا اقلل ال دي ال اقل من 100؟ مريض السكر ده كورونري هارت ديزيز ايكوفالنت، هدف ان انا اقلله ال دي ال اقل من 100. طب هو ال دي ال جابوا لي 120 مع الاطور، يبقى المفروض ان انا ازود جرعه الاطور عشان اقلله ال دي ال اقل من 100 او اقل من 70. فهمتوا السؤال ده؟ مهم اكتبوه. مش احنا قلنا ان الانسولين بيدخل الفري فاتي اسيد جوه الاديبوس تيشو ايه ويصنع منها دهون؟ اهو الناتج بتاع صنع الدهون، اهو الفري فاتي اسيد تخش جوه الاديبوس تيشو تصنع منها دهون. طب انا دلوقتي ما فيش انسولين، يبقى هل الفري فاتي اسيد هتصنع الدهون؟ يبقى الفري فاتي اسيد دي هتزيد فين؟ في الدم. لو زادت في الدم هتروح تترسب على البلاد فيسل، فتروح تعمل اثيروسكليروز، تصلب شرايين، وبعد كده تدخلني في امراض القلب. مشهور قوي مريض السكر بعد شويه يجي له امراض قلب، هايبرتنشن، انجينا، اريزميا، هارت فيلير، كوارث. لذلك لازم اقلله ال ال دي ال اقل من 100. السؤال ايه؟ يقول لك واحد مريض سكر وال ال دي ال وبياخد اطور فاستاتين، اطور فاستاتين، خد استاتين اطور، ال ال دي ال بقى 120، المفروض تعمل ايه في جرعه الاطور؟ تزودها ولا تقللها ولا تثبتها؟ ازودها عشان انزله ال ال دي ال اقل من 100، والافضل اقلله اقل من 70. ما يسهل اللي مذاكر وفاهم. لكن لو واحد مش فاهم او مش مذاكر كويس، طبعا هتلاقي سؤال زي ده يستغرب منه، يقول لي انا مش عارف اعمل ايه، ما انا مش فاهم بقى، او مش حافظ ان ال دي ال لازم يقل اقل من 100 عند مريض السكر. طب في بقى ترايوباسي،
انت بتلاقي السؤال ده في الامتحان سؤال طويل عريض كده وجايب لك حاجات كتير وصوديوم وبوتاسيوم عمال يلخبطك بقى يقول لك صوديوم ومغنيسيوم وبوتاسيوم وقيم ومش قيم ومواويل يقعد يلف ويدور وفي الاخر يقول لك اعمل في جرعه القطور ازودها ولا اقللها ولا اثبتها تشوف ال دي ال اللي هو جايبه لك فضل 120 يبقى المفروض تزوده السؤال بيجي كده الترايوباثي الترايوباثي في ثلاثيه بتحصل لمريض السكر من الكومبليكيشن ايه هما؟ نيوروباثي ريتينوباثي نيفروباثي بيحصل له مشاكل في الاعصاب التهابات في الاعصاب مشاكل في الريتنا في شبكيه العين خلاص مشاكل في الكليه نيفروباثي مشكله في الكليه اول مشكله اللي هي نيوروباثي مشكله الاعصاب باثي يعني مشكله نيورو يعني مشكله في الاعصاب ايه اللي بيحصل الجلوكوز لما يزيد قوي في الدم يحصل له هايبر جلايسيميا الجلوكوز لما يزيد يا جماعه في الدم بيخش جوه المايلين شيس بتاع النيرف عارفين المايلين شيس بتاع النيرف ده الغطا بتاع النيرف النيرف عامل زي السلك كده الغطا بتاعه ده المايلين شيس خلاص الجلوكوز لما يزيد قوي في الدم يروح يخش جوه المايلين شيس طبعا لما يخش جوه المايلين شيس يقوم ساحب ميه الجلوكوز بالاسبوز يقوم ساحب ميه جوه المايلين شيس فيبوظ المايلين شيس فيعمل التهابات في الاعصاب يعمل التهابات في الاعصاب تلاقي مريض السكر ده حاسس رجليه تلاقيه بتنمل تحس فيها بحرقان تحس ان هو مش حاسس بيها رجليه منمله مش حاسس بيها ممكن هو ماشي كده يدوس على مسمار يتخبط خلاص يتلسع ما يحسش طبعا لو اتخبط او اتلسع او كده حصل له ايه؟ جرح هل الجرح ده هيلم بسرعه؟ ما هو عنده اثيروسكليروز بشكل عام ولا في كل النيرفات على فكره بس مين اللي بتحصل في اطراف الرجل بالذات؟ في ايده ما بقول لك في كل الجسم بس ايه المشهوره قوي بتاعت الرجل يعني خلاص انا مش حاسس برجلي في تنميل فيها فانا ماشي كده بس دوست على مسمار او اتخبطت او كده مش هحس فالجرح حصل لي جرح هل الجرح ده هيلم؟ لا ليه؟ بسبب ان في اثيروسكليروزس كميه الدم اللي واصله للجرح اللي في رجلي دي قليله فيه ايه؟ ده الاساسي لا 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 ده الاساسي تمام؟ ان كميه الدم اللي واصله قليله فالجرح مفتوح ومش راضي يلم فيعمل لي ايه؟ تيجي انفكشن فيه وبعد كده تؤدي لغرغرينه جنجرين وبعد كده يضطروا ان هم يقطعوا رجله يعملوا امبيوتيشن دي يسموها دايابيتك فوت ألسر ان الراجل عنده التهابات في الاعصاب مش حاسس برجله خلاص سنسلس مش عندوش احساس سنسلس مش حاسس برجله خالص فهو ماشي ممكن يدوس على حاجه يتخبط يتجرح يحصل له جرح هل الجرح ده يلم بسرعه؟ لا جرح مفتوح مش راضي يلم فيحصل له ايه؟ انفكشن تجي له بكتيريا انفكشن تعمل له غرغرينه في رجله اضطر اقطع له رجله دي دايابيتك فوت ألسر قرحه القدم السكري لذلك حتى مريض السكر لو جاله جرح في رجله ولا حاجه تلاقي كل شويه لازم يطهر الجرح كل يوم لازم يروح يغير على الجرح ويطهره عشان ما يجيلوش انفكشن لان الجرح مفتوح مش راضي يلم بيقعد بالست شهور والسبع شهور والتسع شهور الجرح مش راضي يقفل فكارثه فلازم يروح كل شويه يطهر الجرح ولازم مريض السكر يهتم برجله يعني مثلا ايه تلاقيه ما يمشيش حافي المفروض ما يمشيش حافي خلاص ينشف رجله كويس بعد الوضوء خلاص ما يلبسش جزمه ضيقه قوي ما مش ناقصه سكيميا هو اصلا الدم مش واصح حلو لرجله يلبس كمان جزمه ضيقه ايه؟ وصلوا مرحلة ان جسمه تلاقيه من اليوم في الشارع هم مش حاسين ممكن تمام النيوروباثي مشكلة الأعصاب دي بتعمل تدخل بعد كده في اريكتال ديس فانكشن تخيلوا ضعف في الانتصاب بالنسبة للرجالة ليه بقى؟ مريض السكر يا جماعة بيحصل له اريكتال ديس فانكشن لثلاث أسباب إيه هما الثلاث أسباب؟ أول حاجة النيوروباثي عنده التهابات في الأعصاب اللي بيعمل اريكشن أصلا للراجل انتصاب الأعصاب لازم الأعصاب تكون سليمة لو في مشكله في الاعصاب الاريكشن مش هيتم يبقى النيوروباثي بيأثر على الايه الاريكشن تاني حاجه نقص البلاد سبلاي مش في اثيروسكليروزس كميه الدم اللي واصله للفينس قليله فالاريكشن هيقل هيضعف لا اكتب انت زود بقى ما الحاجات دي ايه يعني انا لو كتبت كل الكلام اللي في دماغي في الورق الورق ده هيبقى كتير قوي مش هينفع فانت اكتب معايا اسباب الاريكتال ديسفانكشن اول سبب النيوروباثي تاني سبب الايه الاثيروسكليروزس ان في كميه الدم اللي واصله للفينس تبقى قليله رقم ثلاثة المشكله النفسيه مريض السكر ده قلقان وخايف بيبقى قلقان ومتوتر انا عندي السكر ولازم اخد جرعه الانسولين وبتشكشك ممكن اخش في غرغرينه وممكن اخش في كيتو اسيدوزيس ولازم اظبط الاكل ولازم كل ده بيبقى فكر ايه مريض السكر مشغول طبعا ما دام فكره كده مشغول هتلاقي الريكشن عنده يضعف الناحيه النفسيه عنده متاثره شويه لذلك تلاقي تملي مرضى السكر بياخدوا فياجرا بياخدوا سلدنافيل سلدنافيل اللي هو الفياجرا ليه عشان يحسن الاريكشن الاريكشن عنده ضايع فهمت القصد الريتينو بس في مشكله في الريتنا هتحصل البلاك جلوكوز لما يزيد يخش جوه الريتنا يخش جوه شبكيه العين ويسحب ميه فيبوظ الريتنا الجلوكوز لما يزيد في الدم
يقوم داخل جوه الريتنا جوه شبكية العين ويسحب ميه فيبوظ الريتنا. يبوظ الريتنا. فتلاقي ايه؟ مع مرور الوقت تلاقي نظر الواحد عمال يقل يضعف بليرد فيجن زغلله في الحين، وكل شويه عمال نظره يقل يضعف، تلاقي كل شويه عمال يروح يغير النضاره. كل شويه الدكتور يقوم مغير له الايه؟ النضاره. شهر شهرين تلاقيه يروح يغير النضاره، شهر شهرين يروح يغير النضاره، نظره عمال يقل بالتدريج. ولو واحد اهمل خالص ما ظبطش السكر ممكن يتعمي يودي في الاخر للبلايندنس. لذلك تلاقي الدكتور الشاطر بتاع العيون الشاطر لما يلاقي كل شويه كل واحد كده يجي له كل شويه عمال يغير النضاره، كل شويه نظره عمال يقل يضعف، راسه يقول له حلل السكر، في الغالب هيكون عنده سكر. تاني حاجة، تالت حاجة بقى النيفروباثي، مشكلة في الكلية. مريض السكر بتحصل له مشاكل في الكدني، يبقى في نيوروباثي، ريتينوباثي، نيفروباثي، مشاكل في الأعصاب، مشاكل في الريتنا بتاعة العين، شبكية العين، ومشاكل في النيفرو في الكلية. إيه مشاكل الكلية بقى؟ تعالوا نشوف. بصوا يا جماعة، إحنا عندنا الوحدة الوظيفية للكلية حاجة اسمها النيفرون، عارفين النيفرون؟ دي زي ماسوره كده ملولوه بتبقى في الكليه، دي الوحده الوظيفيه للكليه، دي اسمها النفرون. في كل كليه في مليون نفرون. يعني انا عندي كام؟ 2 مليون، مليون في الفرد اليمين ومليون في الفرد الشمال. النفرون دي الوحده الوظيفيه، دي اللي بتكون لي الايه؟ اليورين. هي دي اللي هتروح تكون لي الايه؟ اليورين. النفرون اول حته في النفرون اسمها الكبسول، راس النفرون، الراس دي اللي عامله زي راس التعبان دي اسمها الكبسول. ده انا بسميها المصفى، دي بتبقى زي المصفى بالظبط، فيها خروم كده زي المصفى بالظبط، مخرمه كده. دي اللي بتعمل عمليه فلتريشن للدم عشان تنزل لي ايه؟ اليورين. طب الدم بيجي ازاي؟ الدم بيجي في شريان اسمه افرنت ارتريول، الشريان الوارد. ده اللي بيورد دم للكليه. طبعا الدم مليان بلاوي سوداء، نواتج الميتابوليزم مليان وسخات بقى، يوريا وكرياتينين وبولين وبولي، كل ده بلاوي سوداء جاي في الدم. وادويه الافرنت ارتري يودي الدم بقى للايه؟ للكبسول، للنفر. يجي الدم في الحته دي يبدا ايه؟ يتفلتر، يتفلتر في المصفى، يتفلتر في الكبسول، ينزل البلاوي السوداء بتاعته، اليوريا والكرياتينين والبولين او البوليك والادويه اللي عايز تروح، كل ده ينزل فين؟ في اليورين. ويطلع الدم نظيف زي الفل في الافرنت ارتريول، في الشريان الصادر. يبقى الدم بيجي في الوارد مليان بلاوي سوداء، يجي الدم في الكبسول يتفلتر، ينزل البلاوي السوداء كلها في المصفى عشان يكون اليورين، ويطلع الدم نظيف زي الفل فين؟ في الافرنت، في الصادر. اسم العمليه دي اسمها جلوميرولار فلتريشن، جلوميرولار فلتريشن، جلوميرولار فلتريشن. الحته دي اسمها جلوميرولس، البلاد فيسل. بصوا ركزوا معايا، البلاد فيسل بالكبسول كده، الراس دي بالبلاد فيسل اسمها جلوميرولس، حصل فيها فلتريشن فيسموها جلوميرولار ايه؟ فلتريشن. تعرفوا عشان الكليه تفلتر بالمنظر ده لازم يوصل 120 مللي دم في كل دقيقه يتفلتروا، لازم لازم كل دقيقه يوصل 120 مللي دم. لو وصل رقم اقل من كده الكليه ممكن تبطل فلتره. تخيلوا؟ لازم يوصل كل دقيقه 120 مللي دم يتفلتر، لو وصل رقم اقل من كده ممكن الكليه تبطل فلتره، يحصل في ليه؟ طب ازاي الرقم ده يجي؟ ازاي 120 مللي يجوا في كل دقيقه؟ لازم الافرنت ارتريول ده يكون واسع ولا ضيق؟ لازم يكون واسع عشان يودي دم كتير وتلاقي الكليه تشتغل وتفلتر. طب مين اللي موسع الافرنت ارتريول؟ ماده اسمها بروستاجلاندين. ماده البروستاجلاندين دي بتطلع في الكليه على مدار 24 ساعه. تطلع في الافرنت ارتريول على مدار 24 ساعه، موسعان الافرنت ارتريول، فتودي دم حلو للكليه فتلاقي الكليه تفلتر وتشتغل. بصوا يا جماعه، ولازم اللي خارج من الكليه يكون ضيق، الافرنت لازم يكون ضيق، فازو كونستريكتد. مين اللي مضيقه؟ الانجيوتنسين 2 اللي بيتصنع بالايس انزايم. ليه لازم اللي خارج يكون ضيق؟ خلاص عشان يحصل ضغط للفلتره في النص، ازاي الدم يسيب البلاد فيسل وينزل يتفلتر ويكون اليورين؟ يتفلتر في الكبسوله ويكون، لازم يبقى في ضغط للفلتره. الفرق في الدرجه ده ان الدم رايح على الواسع، الافرنت واسع والافرنت ايه؟ ضيق. الافرنت واسع والافرنت ضيق، يحصل ضغط للفلتره في النص والفلتريشن يتم. مين اللي موسع الافرنت؟ بروستاجلاندين. مين اللي مضيق الافرنت؟ انجيوتنسين 2. زي شكل الفانل للقمع، عارفين القمع اللي احنا بنفلتر عليه في الكليه؟ بتلاقيه واسع ونازل على ضيق. ليه واسع من الاول ونازل على ضيق؟ عشان يحصل ضغط للفلتره فالفلتريشن يتم. فكذلك الكليه الطبيعيه، الكليه الطبيعيه يا جماعه لازم الافرنت يبقى واسع والافرنت ايه؟ ضيق. مين اللي موسع الافرنت؟ البروستاجلاندين. ومين اللي مضيق الافرنت؟ الانجيوتنسين 2. طب تعالوا نشوف بقى الحته دي، لو انا خدت الحته دي كده وكبرتها اهو، ادي الافرنت واسع وادي الافرنت ايه؟
ضيق. الافرنت واسع بالبروستاجلاندين والافرنت ضيق بالايه بالانجيوتنسين 2 اللي بينتج بالايس. وادي المصفى بيحصل فلتريشن، ادي اول فلتريشن بيتم. الفرق في الدايمتر ده هو ده اللي بيعمل الايه؟ الفلتريشن. طب انا لما اكون مريض سكر، ركزوا معايا، لما ابقى مريض سكر الجلوكوز عندي هيبقى ايه؟ عالي قوي في الدم. لما يبقى عالي قوي في الدم يعدي ال 180 هينزل فين؟ في اليورين. لما ينزل في اليورين يسحب ميه كتير قوي في اليورين بالاوزموز، فيعمل ايه في الفلتريشن في الكنين؟ ولا يقلله؟ يزوده. مش تلاقي واحد بيخش احلام كتير يورينيشن كتير فيزود الجلوكوز، يسحب ميه كتير فيزود الفلتريشن. لما يزود الفلتريشن كتير قوي كده الكليه تتعب ولا ما تتعبش؟ تتعب صح. تلاقي حتى الكليه عند مريض السكر تلاقيها كبيره في الحجم، يعني تيجي تبص الكليه المفروض طبيعيه قد كده، لا عند مريض السكر تلاقيها كبيره في الحجم. ليه؟ لانها بتشتغل بلود كبير عليها، لود بتشتغل جامد، بتكون يورين كتير، تلاقي الكليه تكبر في الحجم من كتر الشغل. ممكن الكليه من كتر الشغل الجامد، من كتر اللود ده، الكليه تقوم واقعه يحصل فيها فيلير. دي يسموا المشكله دي يسموها دايابيتك نيفروباسي. في مشكله في الكليه حصلت نتيجه السكر. دايابيتك نيفروباسي، في مشكله في الكليه حصلت نتيجه مرض الايه؟ نتيجه مرض السكر، ان الجلوكوز زاد فتفلتر في اليورين، فسحب ميه كتير في اليورين فتعب الكليه. الكليه تعبت نتيجه السكر، دي يسموها دايابيتك نيفروباسي، مشكله في الكليه نتيجه السكر. المشكله مش في كده بس، ان الجلوكوز لما يزيد، الجلوكوز يا جماعه لما يزيد قوي يروح يمسك في البروتينات بتاعت المصفى بتاعت الكبسول ويعمل فيها تاكل. الجلوكوز يروح يمسك في البروتينات بتاعت الكبسول خلاص في المصفى ويعمل فيها تاكل في الخروم، تلاقي الخروم بقى توسع، الخروم تبدا توسع جامد قوي، فيبدا الالبومين، عارفين الالبومين اللي هو البلازما بروتين، تبدا تنزل فين؟ في اليورين. دي كارثه، يحصل بروتين يوريا، البومين يوريا او بروتين يوريا. يبقى مريض السكر تلاقي الكليه بتشتغل جامد من كتر اليورينيشن، فلتريشن زاد، الجلوكوز بينزل في اليورين فيسحب ميه كتير، وتلاقي الجلوكوز لما يزيد يمسك في البروتينات بتاعت المصفى فيبدا يوسع الخروم، يعمل تاكل في الخروم بتاعت الكبسول، فيبدا الالبوم بتاع الدم ينزل كله فين؟ في اليورين، يعمل بروتين يوريا. دي مصيبه، كارثه. طب اعالج المساله دي ازاي بقى؟ بصوا يا جماعه نركز مع بعض، ازود الفلتريشن ولا اقلل الفلتريشن؟ اقول بقى مش المشكله هنا زياده فلتريشن، اقلل الفلتريشن ازاي؟ العب في الدايمتر، يا اما ضيق اللي رايح يا اما وسع اللي ايه؟ مش الكليه الطبيعيه لازم اللي رايح يبقى واسع واللي طالع يبقى ضيق عشان يحصل فلتريشن؟ لو انا عايز اقلل الفلتريشن يا اما ضيق اللي رايح يا اما وسع اللي طالع. اضيق اللي رايح ازاي؟ دي مش هناخد طبعا النسيدز والمسكنات بلاش، يعني بلاش عشان تعمل مشاكل ثانيه، ان انا اضيق اللي رايح هكون لي هدف ان انا اوسع اللي طالع. خلاص؟ اوسع اللي طالع ازاي بقى؟ ان انا ادي دواء اس انهيبيتور. لو انت اديتي دواء اس انهيبيتور، اي سي انهيبيتور زي كابتوبريل، انالا بريل، كابوتين، زينوبريل، او انجيوتنسين ريسبتور بلوكر، قافل الريسبتور بتاع الانجيوتنسين 2، اي ار بيز، قافل الريسبتور بتاع الانجيوتنسين 2، فايه اللي يحصل؟ فازو دايليشن، يبقى الافرنت هيوسع، فالفلتريشن في النص هيقل ولا هيزيد؟ هيقل، فيرجع للنورمال. يبقى كان الفلتريشن عالي، فانا عايز اعمل ايه؟ اقلل بقى الفلتريشن. اقلل الفلتريشن ازاي؟ اروح اوسع اللي طالع بدل ما هو ضايق، اوسعه ازاي؟ ادي ايس انهبيتور او اي ار بيز. ايس انهبيتور اللي هو انجيوتنسين، اه عادي في ايه؟ ما الدم هيروح، مش هيلحق بقى يقعد فين؟ في الحته دي هربان للافرن. لا 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 لا، بستخدم ايس اشوف السبب الضيق مين والغيه. سبب الضيق انجيوتنسين 2 بينتج بانزيم اسمه ايس، فدي دواء اس انهبيتور زي كابتوبريل، انالا بريل، زينوبريل، دواء اسمه كابوتين. كابوتين اودي اي ار بيز، انجيوتنسين ريسبتور بلوكر، دواء اسمه لوزرتان او فالزرتان. لوزرتان اللي هو الترج او الكوترج، لوزرتان او كفالزرتان او الكانديزرتان. لذلك اشهر حاجه لو واحد مريض سكر وعنده ضغط عالي، واحد مريض سكر وعنده ضغط عالي اكتب له ايه؟ اكتب له اس انهبيتور او ار بيز. الاس انهبيتور او ار بيز هيوطوا الضغط وفي نفس الوقت هيمنعوا الدايبيتك ايه؟ نيفروباسي، هيحموا الكليه من الدايبيتك نيفروباسي. فهمتوها؟ يبقى اشهر ادويه المتستخدم في علاج الضغط مع السكر الاس انهبيتور والايه؟ والاي ار بيز. لو واحد عنده بروتين يوريا هتستخدم له ايه؟ اس انهبيتور او ار بيز، هتقلل له الفلتريشن بتاع الالبومين في اليوريا. فهمتوها؟ سهله ولا صعبه؟ سهله. البروستاجلاندين، مادة اسمها بروستاجلاندين.
دي ماده بتطلع في الكليه على مدار 24 ساعه بتخلي الكليه تفلتر، تصنع يورين وتفلتر وتبقى كويسه. طبعا من اشهر الكومبليكيشن المضاعفات اللي ممكن تيجي لمريض السكر ايه؟ الدايابيتك فوت ألسر، قرحه القدم السكري. الدايابيتك فوت ألسر بتيجي سببها ايه؟ فاكرين؟ خلاص الاثيروسكليروز. ثاني حاجه النيوروباثي، التهابات الاعصاب، الاعصاب ملتهبه فمش حاسس برجلي، رجلي مش حاسس بقى بنمله او حرقاني على طول، فانا ما ماشي كده ممكن ادوس على مسمار اتخبط ما احسش قوي. فالجرح ده، الجرح ده هل هيلم بسرعه؟ لا، لان في اثيروسكليروز كميه الدم اللي وصله قليله، فجرح مفتوح مش راضي يلم، فممكن تيجي فيه انفكشن وتؤدي بعد كده الغرغرينه واضطر ان هم يعملوا امبيوتيشن يقطعوا الرجل. تخيل 25% من مرضى السكر عندهم دايابيتك فوت ألسر، عندهم قرحه قدم سكري، 25% ربع مرضى السكر. واحد من كل 15 بضطر اقطع له رجله. واحد من كل 15 واحد اضطر اقطع له رجله، اعمل له امبيوتيشن. فهمتوها؟ دي كارثه طبعا. فلازم عمليه الاعتناء بالرجل دي او اعتناء بالقدم لمريض السكر دي مهمه قوي. كده احنا خلصنا الاساسيات، سهله ولا صعبه؟ سهله. ادي اساسيات الجزء دي، ما ينفعش ان انا اشرح دايبيتس من غير ما تكون الاساسيات دي موجوده عندنا. بالنسبه للدايبيتس ميليتس، نبدا بقى من ايه؟ من الكتاب. دايبيتس ميليتس يا جماعه ريكومنديشن، التوصيات. مين اللي عامل التوصيات بتاعت مرض السكر؟ اول حاجه الاي دي اي. ايوه دكتوره مروه. ايه؟ اتش تي ان هايبر تنشن. ماله؟ ما هو الافر انت هتضايقيه ازاي؟ لازم تدي ادويه مسكنات تلغي الكوكس بقى اللي بينتج البروستاجلاندين. المسكنات دي بتعمل مشاكل على المدى الطويل. قرحه في المعده ومشاكل وبلاوي سوداء. فما بتستخدمش في علاج المشكله دي، يعني ما ايه الهدف مش ان انا ضيق الافرنت، لا اروح اوسع الايه؟ الافرنت اللي خارج اوسعه احسن من ان انا ضيق الافر اللي داخل. طبعا فيعمل مشاكل في حته تانية. برافو عليك. الدايابيتس ميليتس بقى بيقول لك احنا تبع ايه؟ الريكومنديشن، توصيات مرض السكر. خلاص مسؤول عنها الاداء الامريكان دايابيتس اسوسيشن، دي مؤسسه في امريكا هي دي اللي بتطلع توصيات لمرض السكر. بتطلع توصيات مرض السكر. كل سنه تلاقي تطلع كده ايه؟ علاجات وتوصيات وطريقه جديده واستخدام الانسولين ازاي. دي تبع الامريكان ودي الكلام اللي احنا ماشيين عليه كله. الكتاب بتاعنا تبع الامريكان بورد تبع امريكا، فاحنا كل التوصيات للامريكان دايابيتس اسوسيشن. في منظمه ثانيه اسمها الايس والاي اي سي اي، الامريكان كولج اوف اندوكرينولوجي والامريكان اسوسيشن اوف كلينيكال اندوكرينولوجيست، دي برضه بتطلع توصيات وبتعمل تجارب. في برضه كنديان دايابيتس اسوسيشن، في مؤسسه كنديه لمرضى السكر. وفي فاريس يوروبيان جروب. الكلاسيفيكيشن بقى تقسيمه مرض السكر ايه؟ بص يا جماعه، احنا في الكلية درسنا طبعا النوعين المشهورين تايب 1 وتايب 2. في الطب بيدرسوا 8 انواع. اللي بيعمل دكتوراه في امراض السكر بيدرس 36 نوع من مرض السكر، 36 نوع من مرض السكر. خلاص احنا ندرس 8 انواع بس. مش هندرس 36 كلهم. خلاص ده واحد بقى عايز دكتوراه بقى في دكتوراه في امراض السكر يدرس 36 نوع من مرض السكر. احنا ندرس طبعا الانواع الرئيسية فيهم تايب 1 وتايب ايه؟ تايب 2. خلاص تايب 1 وتايب 2. تايب 1 وتايب 2، تايب 1 اللي هو اسمه انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس اي دي دي ام، ده معتمد على الانسولين. تايب 1 ده تملي بيجي في الاطفال، جوفينال دايابيتس، بيجي في سن صغير اقل من 30 سنه او اقل من 35 او اقل من 40 سنه، بيجي في اقل من 40 سنه. جوفينال دايابيتس يعني بيجي في الاطفال. تلاقي طفل جاي لي داخل المستشفى سكره عالي في السماء 500 600 وريح بقه كلها استون، يبقى ده تايب 1 على طول. ده بيجي نتيجه ايه؟ ان البيتا سيل بتتدمر كلها. البيتا سيل اللي هي بتنتج الانسولين في البنكرياس كلها اتدمرت. فالراجل ده ما عندوش انسولين، او الولد الصغير ده ما عندوش انسولين خالص. فتلاقي سكره عالي ويبدا يحرق في الفات، فتلاقيه بيروح بقه كلها استون. طب البيتا سيل يا دكتور بتتدمر ازاي؟ في نظريات بتقول ده اوتو اميون ديزيز، ان في كون انتي بودي جهاز المناعة بل كده ابتدى يكون انتي بودي ضد البيتا ايه؟ بيتا سيل، اوتو اميون انتي بودي ابتدى يدمر في البيتا سيل. ماجي سيلولار اميونيتي او انتي بودي اميونيتي.
ان في انتي بادي ابتدى الكون يدمر البيتا ايه سيل. وفي ناس تانية تقول لك ده نظريه، ده في سايتوميجالو فيروس، فيروس جه هرجم البيتا سيل ودمرها. كلها بقى نظريات، بس النظريه الرئيسيه اللي معظم الناس معتمده عليها هي اوتو اميون ديزيز، ان الجسم ابتدى الكون سيل فدمر البيتا سيل كلها، فما فيش انسولين. لذلك الولد ده لازم اديله انسولين بقى ايه من بره، هو ما بيطلعش الانسولين من جوه، فلازم اديله انسولين من بره. لذلك سميناه انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، ده سكر معتمد على الانسولين، لازم ياخد انسولين من بره. ده بيحصل في شريحه صغيره من مرضى السكر، 5-10% من مرضى السكر عندهم تايب 1، 5-10% من مرضى السكر عندهم تايب 1. يوجوالي سيمتوماتيك، يوجوالي بتبقى الاعراض بتاعته واضحه، يعني بتبقى الاعراض واضحه جدا على الطفل. تلاقي الطفل بيقول لك جاي لي مغمى عليه، سكره عالي في السماء 500-600-700، دمه زي المربى بالظبط، وريح بقه كلها اسيتون. فده بيتعرف بسرعه، ده بيتعرف بسرعه، السيمتومز بتاعته واضحه. ورابط اونست ان تشايلد هود بيكتشف بسرعه فين؟ في مرحله الطفوله، في مرحله الطفوله ماشي. وسلور ان اولدر ادلت، يعني بيظهر ببطء قوي في الناس الكبار. يعني الراجل الكبار الكبير بيجي له تايب 1 البيتا سيل بتتدمر عنده حاجه بسيطه خلاص، هتبدا بقى لما يكبر قوي 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 تبدا تتدمر جامد بقى خالص، فيتحول لتايب 1، فعايز بعد فتره. الناس الكبار في السن بيبقى عنده البيتا سيل بتتدمر بالتدريج، فعشان البيتا سيل تتدمر كلها 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 تاخد وقت معاه، فتلاقي سلور مش سلومر، سلور في الاولدر ادلت، سلور في الاولدر ادلت. العلاج طبعا بتاع الحاله دي اديله ايه؟ انسولين. في النوع الثاني اللي هو تايب 2 دايابيتس ميليتس، اللي هو اسميه نون انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، ده مش معتمد على الانسولين بقى، يسموه نون انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، ده مش معتمد على الانسولين، ده يسموه ماتيوريتي اونست دايابيتس، ده بيجي في سن فوق ال 40 سنه، ده بيجي في سن فوق ال 40 سنه، ماتيوريتي اونست دايابيتس في النضوج او ادلت اونست دايابيتس. ده بيجي نتيجه ايه؟ حاجه من اتنين يا جماعه، يا اما في بواقي بيتا سيل، يعني البيتا سيل فيه على الاقل 30% من البيتا سيل، الانسولين بيطلع بس قليل، لان في بواقي بيتا سيل لسه البيتا سيل ما اتدمرتش كلها، عنده بواقي بيتا سيل، الانسولين عنده حوالي على الاقل 30% من البيتا سيل لسه شغال خلاص، فالانسولين طالع قليل، او الانسولين بيطلع كويس او ممكن يكون عالي كمان، بس الريسبتور بايظه، عنده انسولين ريزيستنس، يا اما عنده بواقي بيتا سيل او عنده الانسولين موجود نورمال او عالي بس مش عارف يشتغل لان الريسبتور باظت. الريسبتور هي اللي بايظه. بيقول لك ده بيكتر قوي في الناس الاوبيز، الناس التخان، الاوبستي اللي ناس التخان. ليه بقى؟ بصوا خلاص، الاديبوس تيشو الطبيعي فيها انها بتبقى صغيره كده، بيبقى عليها ريسبتور للانسولين بالمنظر ده. لما انا اتخن الاديبوس تيشو دي هتكبر فين؟ في الحجم. لما تكبر في الحجم شكل الريسبتور بتاع الانسولين نفسه يتغير، فتلاقي الانسولين مش عارف يشتغل كويس على الريسبتور اللي على الادبوس تيشو، فتلاقي يحصل انسولين ريزيستنس. يبقى الانسولين ريزيستنس تملي بتكتر في التخان، تلاقي التخين تملي، الناس تخان قوي جالهم تايب 2 دايابيتس ميليتس. ليه؟ خلاص، لان شكل الريسبتور بيتغير، تغير في الاكتف سايد بتاعت الريسبتور. الادبوس تيشو لما بتكبر شكل الريسبتور نفسه بينبعج عليها، شكله بيختلف كده بيتغير، فتلاقي الانسولين ما يعرفش يشتغل. لذلك من اهم حاجه في علاج السكر تايب 2 دايابيتس، اول لما يجي لي واحد تخين اقول له ايه؟ خس. ليه خس؟ عشان الادبوس تيشو ترجع لشكلها الايه؟ طبيعي، فالريسبتور ترجع لشكلها الطبيعي، فالانسولين يعرف يشتغل. فهمتوها؟ طبعا دي معظم مرضى السكر بيبقوا تايب 2، 90-95% من مرضى السكر تايب 2 دايابيتس ميليتس. بيقول لك ده اوفر ريلاتيفلي اسيمتوماتيك، بتبقى الاعراض بتاعته مش واضحه، مفيش سيمتوم. يعني مفيش سيمتوماتيك، الاعراض مش واضحه، مفيش سيمتوم. ده لذلك بسميه القاتل الصامت، سايلنت كيلر. سايلنت كيلر تحس اسم فيلم، سايلنت كيلر القاتل الصامت. في سايلنت كيلر 1 وفي سايلنت كيلر 2، الجزء الاول والجزء الثاني. سايلنت كيلر 1 اللي هو مين؟ الهايبر تنشن، الضغط العالي. ده سايلنت كيلر 1، الضغط العالي ممكن يبقى واحد عنده ضغط 7-8-9 سنين عنده ضغط عالي ومش عارف خلاص، ملوش اعراض واضحه، مفيش اعراض عليه خلاص. وتايب 2 ده بسم نيتس برده ما بيبقاش عليه اعراض. طبعا بيبقى عنده مثلا، تلاقي عنده 5-6-7 سنين عنده سكر وهو مش عارف، بالصدفه كده بيحل سكر، لا سكره عالي، هو سكره عالي اصلا بقاله 5-6-7 سنين. طبعا بس ما فيش اعراض عليه واضحه، الاعراض مش واضحه. ايه يعني شويه صداع؟ يعني بيقول يعني ممكن الصداع يكون اي سبب، مش شرط يعني ضغط عالي. والسكر تايب 2 برده بيبقى قاتل صامت، بيجي من غير اعراض، الاعراض تايب 2 ما بتبقاش واضحه قوي. ويز سلو اونست، بيظهر متاخر، يظهر ببطء،
ما تبقاش واضح. لكن تايب 1 انا بقول لك العيل بيجي لي مغمى عليه سكره عالي ويحبوه كلها سكون فده بيكتشف بسرعه، لكن ده لا سلو انستيزر متاخر. العلاج بقى هدي انسولين، انا بقول لك الانسولين موجود او الانسولين موجود بس مش عارف يشتغل الريسبتور بايظ، ينفع هدي انسولين؟ لا. امال هدي اورال هايبوجلايسيميك او اورال انتي دايبيتيك؟ هدي اقراص بقى اورال انتي دايبيتيك. الاورال انتي دايبيتيك بتعمل ايه؟ بتزود حساسيه الانسولين للريسبتور او بتخلي البيتا سيل تطلع انسولين كتير، فهمتوها؟ الاقراص بتعمل حاجه من اثنين، يا اما بتزود الريليز بتاع الانسولين تخلي البيتا سيل المتبقيه دي تطلع انسولين كتير، يا اما بتزود حساسه الريسبتور، فهمتوها؟ لكن الانسولين لا. اتفضل. طب امتى تايب 2 ادي له انسولين؟ حد يعرف امتى تايب 2 ادي له انسولين؟ خلاص ثلاث حالات. ايه هما؟ لو عنده سيفير هايبر جلايسيميا، لو وصل لمرحله الكيتو اسيدوز، لو ابتدت الكيتو بادز تتكون ومغمى عليه، ينفع ادي له قرص؟ ده لازم ادي له انسولين، ده لايف سيفنج. دي في حالات السيفير هايبر جلايسيميا الكيتو اسيدوز. رقم اثنين، لو واحده ست حامل، الست الحامل ما ينفعش تاخد الاقراص، الاقراص بتعمل تشوهات في الاجنه فلازم احولها للانسولين. خلاص؟ او جراحه، تمام برافو عليك. او ثلاثه، ثلاثه بقى لو اتحول من تايب 1 تايب 2 لتايب 1، لو كل البيتا سيل اتدمرت. يعني بقى له مثلا اكتر من 10 سنين عنده تايب 2 وبياخد اقراص وكده، فالبيتا سيل كلها اتدمرت، فبياخد الاقراص دلوقتي ما بتجيبش نتيجه. الادويه ما بقتش تجيب نتيجه، فده احوله على ايه؟ على انسولين. يبقى ثلاث حالات ممكن تايب 2 اعول فيها ادي انسولين. طيب تودي انسولين ازاي؟ اول حاله حالات سيفير هايبر جلايسيميا، حالات الكيتو اسيدوز. اثنين، البريجننت وومن، الستات الحوامل، لان الاقراص بتعمل شوهات. رقم ثلاثة، لو تايب 2 اتحول لتايب 1، لو الاقراص ما بقتش تجيب نتيجه. تايب 2 اتحول لتايب 1، الاقراص ما بقتش تجيب نتيجه. عشان خاطر الاورال هايبر جلايسيميا في حاجه بقى اسمها ماتيوريتي اونست دايابيتس، ماتيوريتي اونست دايابيتس اوف ذا يونج. يعني ممكن تايب 2 ده يجي في الايه؟ في الاقل من 40، ممكن يجي في الاقل من 25 سنه. يسموه مودي، ام او دي واي، مودي، ام او دي واي، مودي ماتيوريتي اونست دايابيتس في اليونج. يعني تايب 2 بيجي في الشباب. ازاي بقى ده؟ ده جينيتك، ده بيبقى ممكن ساعات عامل وراثي، جينيتك ديس اوردر بقى. ده بيحصل ايه؟ اما امبيرد انسولين سكريشن، كميه الانسولين اللي طالعه قليله، الجين بايظ اللي بينتج الانسولين، الجين بيطلع انسولين قليل، ليتل اور نو امبورمنت انسولين اكشن. خلاص؟ ممكن ما يكونش فيه مشكله في الريسبتور في الانسولين اكشن، بس الانسولين نفسه جينيتيكالي طالع قليل كحاجه وراثيه. ممكن يبقى شبه تايب 1 او يبقى تايب 2، لو الانسولين ما طلعش خالص يبقى تايب 1، لو الانسولين طلع قليل يبقى تايب 2. يبقى المودي اللي هو بيجي في اقل من 25 سنه ده دقه، يبقى المشكلة مالي وراثية. لو الانسولين ما طلعش خالص تايب 1، لو طلع بس مش قليل يبقى تايب 2. في نوع بقى تاني من انواع السكر اسمه جيستيشنال دايابيتس، سكر الحمل. سكر الحمل. دي بتحصل لواحد ل 14% من الحوامل، واحد ل 14% من الحوامل بيجي لها سكر الحمل. بيعلى من اول الشهر السادس في الحمل. في الثيرد ترايمستر. بيظهر وبيكتر قوي في الثيرد ترايمستر من اول الشهر السادس، من السادس للتاسع، تلاقي سكرها هيبتدي يعني. بيحصل للست الحامل جلوكوز انتوليرانس. يعني ايه جلوكوز انتوليرانس؟ تلاقي سكرها عالي مش قادره تستهلك الجلوكوز. جلوكوز انتوليرانس يعني مش قادره تستهلك الجلوكوز، الجلوكوز عالي ومش قادره تستهلكه، ده جلوكوز انتوليرانس. ديورينج بريجننسي من اول شهر سادس للتاسع. في حاجه اسمها بري دايابيتس. يعني ايه بري دايابيتس؟ بري دايابيتس دي اللي هي مرحله تسبق السكر. بري دايابيتس مرحلة تسبق السكر. ايه ده؟ ماله؟ اقراص؟ خلاص الحتة اللي فاتت دي اقولها لك بعد المحاضرة بقى، بقولها لك انا. خلاص الجستيشنال دايابيتس. خلاص ده بيجي في سكر الحمل، بيجي في 1 ل 14% من الحوامل، بيحصل جلوكوز انتولرانس، يعني الست مش قادرة تستهلك الجلوكوز، الجلوكوز عالي ومش عارفه تقلله، مش عارفه تنزله، جلوكوز انتولرنس اثناء الحمل من اول الشهر السادس للتاسع. تمام؟ بيقول لك البري دايابيتس مرحله تسبق السكر، مرحله تسبق السكر. ايه مرحله تسبق السكر دي؟ انا بعتبر مريض السكر، مريض السكر امتى؟ لو السكر بعد الاكل فوق ال 200، 200 فيما فوق. طب لو واحد سكره عالي بس لسه ما وصلش ل 200، يعني مثلا سكري مثلا 190 او 180، يبقى انا كده بري دايابيتس، ده انا في مرحله تسبق السكر. خلي بالك بقى، ما انت داخل على سكر، ظبط اكلك، ظبط حالك.
يبقى البري دايابيتس ده اللي هو مرحله تسبق السكر، مريض السكر لو شخصه مريض السكر لما يبقى سكره فوق ال 200 ال 200 فيما فوق، ده الراجل ده سكره عالي البيرد جلوكوز مش قادر يقلل الجلوكوز وسكره صايم عالي، وبيحصل مايلد اليفيشن في الجلايكيتد هيموجلوبين اتش بي اي 1 سي، ده اسمه جلايكيتد هيموجلوبين. جلايكيتد هيموجلوبين ايه الجلايكيتد هيموجلوبين ده؟ بيقول لك لو الجلوكوز زاد عالي لمده 3 شهور، لو الجلوكوز زاد لمده 3 شهور فضل عالي لمده 3 شهور يروح يمسك في الهيموجلوبين بتاع الار بي سيز يعمل لي حاجه اسمها جلايكيتد هيموجلوبين او اتش بي اي 1 سي. الجلايكيتد هيموجلوبين ده النورمال المفروض يكون اقل من 7%، لو زاد من 7% يبقى انا كده سكري عالي لمده ايه؟ 3 شهور. الجلايكيتد هيموجلوبين ده لو واحد سكره زاد فوق لمده 3 شهور فيما فوق يروح يمسك في الهيموجلوبين بتاع الار بي سيز يعمل جلايكيتد هيموجلوبين. تعرفوا الجلايكيتد هيموجلوبين ده انا بستفيد منه في ايه؟ تعرفوا بستفيد منه في ايه؟ في المونيتورنج بتاع العلاج. بستخدمه في المونيتورنج او الفولو اب بتاع التريتمنت. ازاي يعني؟ يعني مثلا يا جماعه نركز مع بعض. انا مريض سكر رحت الايه؟ رحت انا دكتور مثلا بتاع امراض سكر. جالي واحد لقيته سكره عالي قوي، سكره عالي جدا. خلاص قمت كاتب له بقى قلت له ايه؟ خد الادويه دي، خد انسولين مثلا او خد اقراص. وايه وظبط الاكل بالشكل الفلاني وابعد بقى عن الشوكولاته والحلويات الطحينيه والبسبوسه والجاتوهات، ابعد عن السكريات خالص. ماشي وقلت له تعالى الاستشاره خد الادويه دي وظبط اللايف ستايل بتاعك وظبط الاكل بتاعك وما تاكلش سكريات وتعالى لي بعد 3 شهور استشاره. استشاره بعد 3 شهور. فالراجل خلال الثلاث شهور بهدل الدنيا. لا خد الدواء وعمال بقى شوكولاتات وحلاوه طحينيه وبسبوسه وجاتوهات طول الثلاث شهور، فالسكر عالي لمده 3 شهور. يجي قبل الاستشاره بيوم، جاي لي بقى في الاستشاره قبل الاستشاره بيوم يوم واخد الدواء ياخد الانسولين او ياخد القراص ويبطل اكل الحلويات ويظبط اكله، فلما يجي لي اجي اقيس السكر الاقي ايه؟ نورمال مظبوط. اقول له ايه اخبار الثلاث شهور اللي فاتوا؟ يقول لي كده مظبط يا دكتور، كنت بعيد عن الحلويات وباخد الدواء في مواعيده والسكر هو مظبوط قدامي. انا عايز افقس الراجل ده، اعرف الراجل ده صادق ولا كاذب؟ الراجل ده بيضحك عليا ولا ايه؟ ولا صادق او معمول له ايه؟ جلايكيتد هيموجلوبين. لو لقيته عالي، لو لقيته ازيد من 7% يبقى الراجل ده كذاب. يبقى الراجل ده سكره عالي فوق الثلاث شهور. لو لقيته اقل من 7% يبقى الراجل ده صادق. فهمتوها؟ يبقى الجلايكيتد هيموجلوبين ده بيستخدم في المونيتورنج بتاع التريتمنت. ماشي؟ الاذر دايابيتس ميليتس تايب بقى. في انواع تانية من السكر. في جينيتك ديفكت ان بيتا سيل، في عيب وراثي فيبقى في البيتا سيل. يا اما في الوظيفه يا اما في الاكشن. الانسولين يا اما طالع قليل يا اما طالع بايظ مش عارف يشتغل. خلاص؟ في نوع من السكر بيبقى امراض في البنكرياس، يعني مثلا البنكرياتايتس، بقى تحصل التهاب في البنكرياس. الالتهابات في البنكرياس شديده. الالتهابات دي ممكن تروح تدمر البيتا سيل معاها فتاثر تعمل سكر. يبقى اللي عنده مشاكل في البنكرياس، التهابات في البنكرياس ممكن البيتا سيل تتدمر معاه. ممكن واحد عنده كانسر نيوبليزيا يعني كانسر، واحد عنده سيستيك فايبروزيس، مرض اسمه سيستيك فايبروزيس. البنكرياس بيكون سيست كده، تكيسات في البنكرياس فبتبوظها. سيستيك فايبروزيس. ماشي؟ دراجز اور كيميكال انديوزد، في ادويه او مواد كيماويه. ادويه ممكن الواحد ياخدها ممكن تعمله سكر، زي من اشهرها الكورتيزون، الجلوكو كورتيكويدز اللي هو الكورتيزون. لو واحد خد كورتيزون يجي له سكر كتير، لو واحد خد كورتيزون كتير يجي له سكر. ليه بقى؟ اشمعنى؟ بصوا يا جماعه مش خدنا في الكليه يقول لك الايه؟ الانسولين في كفه وباقي الهرمونات كلها في كفه. الانسولين هو الوحيد اللي بيقلل البلاد جلوكوز ليفل والباقي كله عكسه. بيعمل ايه في البلاد جلوكوز ليفل؟ بيزوده. الانسولين هو الوحيد اللي بيقلل البلاد جلوكوز ليفل وباقي الهرمونات كلها عكسه. الباقي كله بيزود الجلوكوز. خلاص مين هم الهرمونات اللي عكس الانسولين؟ 5. خلاص ايه هم؟ جلوكابون ماشي وكورتيزون وادرينالين ومين تاني؟ تعالوا نكتبهم مع بعض. 5 هرمونات عكس الانسولين انتي انسولين بيزودوا الجلوكوز، مين هم؟ ثايروكسين ادرينالين كورتيزون جلوكاجون جروس هرمون. نكتبهم الانتي انسولين، هرمونات الانتي انسولين ثايروكسين ادرينالين كورتيزول جلوكاجون جروس هرمون. دي الهرمونات اللي عكس الانسولين. اي واحد يا جماعه بياخد كورتيزون بيلغي الاكشن انتي انسولين، يلغي الاكشن بتاع الانسولين فيعمل سكر. اللي بياخد كورتيزون كتير
ثيروكس، ادرينالين، كورتيزون. ثيروكس، ادرينالين، كورتيزون، جلوكاجون، جروس هرمون. في ده اسمه نيكوتينيك اسيد او نياسين. نيكوتينيك اسيد ليه اسم تاني اسمه نياسين، ده فيتامين بي 3. نيكوتينيك اسيد او نياسين ده فيتامين بي 3. الدواء ده بيستخدم في تقليل الترايجلسرايد، في تقليل الدهون الثلاثيه. الدواء ده بيستخدم في تقليل الدهون الثلاثيه، بيقلل الترايجلسرايد بس ممكن يعمل سكر، بيزود السكر شويه. النيكوتينيك اسيد او نياسين. البروتييز انهيبيتور، البروتييز انهيبيتور دي ادويه انتي اتش اي في، ادويه ضد الايدز، بتعالج الايدز زي السكينافير والاتازانافير، مش مشكله الاسماء هناخدها بعد كده. دي ادويه انتي اتش اي في، البروتييز انهيبيتور دي انتي اتش اي في. من اشهر الادويه اللي ممكن تدخل في سكر الادويه الاتيبيكال انتي سايكوتيك، دي مهمه. الاتيبيكال انتي سايكوتيك الجيل الجديد من الادويه مضادات انفصام الشخصيه. اتيبيكال انتي سايكوتيك الجيل الجديد من ادويه مضادات ادويه السايكوزس او ادويه السكيزوفرينيا، ادويه انفصام الشخصيه. خلاص السايكوز. عارفين فيلم اسف على الازعاج بتاع احمد حلمي، اللي هو واحد شايف واحده بتحبه وناس بتكرهه وناس بتجري وراه وناس بتشتمه، والناس دي اصلا مش ايه، مش موجوده، مش حقيقيه، مش موجوده. خلاص بنعالج الحاله دي ازاي؟ نشيل له التهيؤات والادويه اللي كان بياخدها. كان بياخد ايه؟ ادويه السيروتونين بلوكر. الادويه دي الجيل الجديد من الادويه الانتي سايكوتيك. الجيل القديم كان دوبامين بلوكر، الجيل الجديد اللي هم السيروتونين ايه بلوكر اللي هم بيتكلم عليهم دول، ال5 اتش تي بلوكر، 5 اتش تي بلوكر او سيروتونين بلوكر. نركز بقى مع بعض. السيروتونين اصلا في البرين بيعمل ايه؟ بيسد النفس على الاكل. السيروتونين في البرين بيسد نفسه على الاكل، ما يخلينيش اكل. فانت لما تقفل السيروتونين ايه اللي هيحصل؟ هيجي لك فجعه، تبدا تاكل كتير كتير كتير. لما تاكل كتير وزنك ايه؟ يزيد، والدهون تزيد، والسكر يزيد، وتخش في تايب 2 دايابيتس ميليتس. السيروتونين في البرين بيسد النفس عن الاكل، مشهوره قوي. السيروتونين في البرين بيسد النفس على الاكل. يعني في ادويه تخسيس مشهوره انها بتسد نفسك على انها بتزود السيروتونين. زود السيروتونين فتسد نفسك على الاكل. الايه؟ ده بيعمل ترجيع كده. السيروتونين ده في الحته دي بيعمل ترجيع في السي تي زد، لكن في مركز الشبع في الستيت سنتر بيسد نفسي على الاكل، يديني احساس الشبع السيروتونين. فلو انت قفلت السيروتونين ريسبتور هيجي لي ايه؟ مش هيجي لي احساس الشبع، هيجي لي فجعه، ابدا اكل جامد 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 من كتر الاكل اتخن. والتخن ده يعمل لي سكر، يزود لي بقى، يزود لي ريسك تقول لي تايب 2 دايابيتس ميتس، يعمل لي سكر ويزود الدهون في الدم ويدخلني في كوارث. فهمت؟ لذلك اللي بياخد الادويه دي لازم اتابع له الوزن، ولازم اتابع له الدهون، ولازم اتابع له السكر في الدم. فهمتوا يا جماعه؟ سهله ولا صعبه؟ سهله ان شاء الله. هو الظهر الدن ولا لسه؟ الادان 12 و5 كده الدن؟ تكتيك؟ او على وشك يعني 5 دقايق؟ لسه يعني ما ادانش؟ اصل لو ادان هننزل نصلي، فانتوا ايه ركزوا بقى معايا يعني شويه. خلاص ناخد حته بس في السكريننج وبعد كده هنرجع نكمل. سكريننج اوف دايابيتس ميليتس، ازاي اعرف مريض السكر؟ سكريننج اوف دايابيتس ميليتس، ازاي اعرف مريض السكر؟ تايب 1 ازاي اعرفه؟ تايب 1 دايابيتس ميليتس تملي بيجي في سن صغير، في الاطفال الصغيرين. وقلنا بيبقى الاعراض بتاعته واضحه، سيمتوماتيك، بيبقى الاعراض واضحه. بيجي لك الولد الصغير ويخش المستشفى سكره عالي ضارب في السما 500 600 700 خلاص، وريحه بقه كلها اسيتون. ممكن 600 الدم بتاعه زي المربى بالظبط، مسكر قوي، تطلع منه سكر. خلاص سكره عالي جدا، وتلاقي ايه؟ ريحه بقه كلها اسيتون. طفل صغير. ما هو التايب 1 ده بيجي في الاطفال الصغيرين. ده بقى تمشي على الانسولين، ده على طول لازم يمشي على الانسولين على طول. في الاسيمتوماتيك بيشنت، في ناس ما عندهمش اعراض بس بيجي لهم، بيبقى ناس عندها هاي ريسك. في ناس عندها هاي ريسك للتايب 1. الناس قالوا بقى اللي هو سكرها بيعلى بشكل مؤقت، يعني هيستوري اوف ترانزنت هايبر جلاسيميا، سكر بيعلى شويه وبعد كده ينزل. هيستوري اوف ترانزنت هايبر جلاسيميا اور ريلاتيفز تو ايه؟ تايب 1 دايابيتس ميليتس او قرايبه، ابوه وامه عندهم تايب 1، فالطفل الصغير ده بيبقى معرض ان يجي له تايب 1 دايابيتس ميليتس. يعني لسه الاعراض ما ظهرتش، هو الولد لسه عنده 5 سنين 6 سنين لسه الاعراض عنده ما ظهرتش، بس اهله عندهم سكر. فالولد ده معرض انه مثلا عند 7 سنين 8 سنين 9 سنين تبدا الاعراض تظهر عنه. تمام؟ بيقول لك ميجر اوتو اميون انتي بودي. مش احنا قلنا الانتي بوديز، في انتي بودي بتتكون تضرب البيتا سيل، فشوف الانتي بودي اللي بتضرب البيتا سيل لو لقيتها موجوده يبقى الولد ده هيجي له تايب 1 دايابيتس ميليتس. تايب 2 دايابيتس ميليتس احنا قلنا بيجي فوق سن ال 45 سنه، تايب 2 ماتيوريتي اونست بيجي فوق سن ال 45. بيقول لك الم
المفروض لو انت بني ادم طبيعي، لو انت بقى فوق ال 45 سنه وطبيعي نورمال سكرك ما زادش، المفروض تتابع السكر كل 3 سنين، تعمل متابعه للسكر، تكرر متابعه كل 3 سنين للسكر لو انت طبيعي فوق ال 45 سنه. ليه؟ عشان احنا قلنا قاتل صامت ممكن يجي وما تعرفش، انت لازم تعمل متابعه للسكر كل 3 سنين بعد. لا لا ده كده كويس، تعمل متابعه كل 3 سنين للسكر لو انت نورمال فوق سن ال 45. انت ممكن تعمل متابعه اقل، بس هم الجايد لاينز قالت كل 3 سنين المفروض تعمل. ما دام انت بني ادم نورمال يبقى انت اصلا ما عندكش ريسك اصلا، فانت بتعملها كده وقايه يعني، فاهم القصد؟ فنوع من انواع الوقايه يعني، فبتعملها كل 3 سنين. عايز تعملها كل سنه مش فارقه عادي، ماشي. طب امتى بقى شاب صغير قد كده في العشرينات يونج ايج امتى يجي لي سكر تايب 2؟ يونج ايج ويجي لي تايب 2 لازم يبقى عندي سمنه، لازم ابقى تخين قوي. يبقى يونج امتى؟ يونج ايج ويجي له تايب 2. تايب 2 ده بيجي في كبار في سن 45 سنه، امتى يجي في شاب صغير؟ خلاص لو الشاب ده تخين قوي عنده اوبيستي، البادي ماس اندكس بتاعه البي ام اي، البادي ماس اندكس بتاعه ازيد من 25. البادي ماس اندكس ده عارفين البادي ماس اندكس؟ البادي ماس اندكس اللي هي الوزن على مربع الطول، الوزن بالكيلو والطول بالمتر. المفروض النورمال يبقى من 18 ونص ل 25، ده النورمال. اقل 18 ونص يبقى انا اندر ويت، 25 انا ابقى اوفر ويت، ماشي. خلاص الوزن على مربع الطول، الوزن بالكيلو والطول بالمتر، انا طولي 170 مثلا او 175، يبقى طولي 1.75 متر. خلاص واقول كل سكوير، المفروض النورمال يبقى من 18 ونص الى كام؟ من 18 ونص ل 25. لو اقل من 18 ونص يبقى ايه؟ خلاص يبقى ايه؟ اندر ويت. فوق ال 25 يبقى اوفر ويت، يبقى لازم ابقى يونج ايج واوفر ويت، ابقى مس اندكس بتاع ازيد من 25، ولازم يكون عندي ريسك فاكتور 1 ريسك فاكتور. ايه الريسك فاكتور بقى؟ اللي هو مثلا عندي امراض قلب، اللي عنده امراض قلب وتخين بيبقى عنده ريسك ان يجي له سكر. بيبقى عنده امراض قلب وتخين بيبقى عنده ريسك ان يجي له سكر جامد تايب 2 حتى وهو سنه صغير. او عندي امبيرد جلوكوز توليرانس، سكري مش مظبوط، سكري عالي، حرق علو عالي ومش قادر اظبطه. والجلايكيد هيموجلوبين ازيد من 5.7% او ازيد من 6%، الاتش دي ال قليل، عندي دهون عاليه. عارفين الاتش دي ال قليل؟ الاتش دي ال ده حلو ولا وحش؟ الاتش دي ال ده الحلو، ده اللي يسموه جود كوليسترول. الاتش دي ال ده الزبال او الكناس بيسموه كده. ده بيمشي في الدم ده يا جماعه، ياخد الكوليسترول الزياده في الدم يروح يوديه الليفر. فالاتش دي ال حاجه حلوه ولا وحشه؟ انا افرح بالبلد لما يكون فيها زبالين كتير، البلد تنضف صح؟ الاتش دي ال ده الزبال، ده بياخد الكوليسترول كده في الدم يروح يوديه الليفر، فبيقلل الكوليسترول في الدم. الو ايوه لسه الاذان طب خلاص من ماشي ماشي ربنا يكرم. خلاص فالاتش دي ال العالي ده حاجه حلوه، الاتش دي ال ازيد من خمس اقل من لو الاتش دي ال قليل اقل من 35 يبقى ده فيه ريسك ان الكوليسترول يتراكم، فده يجي له ريسك للسكر. او عنده تريجليسيرايد دهون ثلاثيه عاليه ازيد من 250 ملي جرام بير ديسيليتر، او عنده ضغط عالي، او ست عندها سكر حمل. يعني ست هي مقسمه عندها السكر ودخلت الحمله، في من اول الشهر السادس السكر عالي، فلو ما ظبطتش السكر اثناء الحمل بعد الحمل تخش في تايب 2 دايابيتس ميليتس، وهي صغيره في السن عندها 25 سنه ولا 26 سنه. لو ست جالها سكر حمل وما ظبطتش السكر خلاص اثناء من فتره من 6 ل 9 شهور بعد الحمل ممكن تيجي لها تايب 2 دايابيتس ميليتس. تريجليسرايد مالها؟ الدهون الثلاثيه لو زادت فوق 250 بيبقى في ريسك للسكر انها تعمل سكر مشاكل. والبيبي طبعا الست اللي بيجي لها سكر حمل ده بيبقى البيبي بتاعها نازل وزنه كبير، بيبقى وزنه نازل فوق ال 4 كيلو، هو تخين كده مقلوص كده مقلوص جامد قوي فوق ال 4 كيلو. ليه؟ لانها بتاخد انسولين اثناء الحمل، مش احنا قلنا في الحمل بدي انسولين، الانسولين بيتخن ينزل التخين. خلاص الهاي ريسك سنسيتي، في سلالات مشهوره بالسكر، الشاب صغير خلاص وتخين ومن سلاله مشهوره بمرض السكر فيها ريسك للسكر، زي مين؟ افريكان امريكان، الزنوج بتوع امريكا او الزنوج بتوع افريقيا، الناس السود قوي دول، دول بيبقى عندهم ريسك للسكر. الناس الاسيويين بتوع اليابان وكوريا والصين وكده بيبقى عندهم ريسك. الناس اللاتينيين سكان امريكا الجنوبيه، سكان امريكا الجنوبيه، او الناس سكان المحيط الباسيفيكي، سكان جزر المحيط الباسيفيكي باسيفيك ايلاندرز، سكان محيط الجزر بيبقى عندهم ريسك للسكر. او قرايبي عندهم تايب 2، ابويا وامي عندهم تايب 2، العيله كلها تايب 2 ده باسم ميتس، وانا شاب صغير وتخين وقرايب عندهم تايب 2، فاحتمال يجي لي تايب 2 بدري،
مش لازم فوق ال 45 يعني. تمام. او فيزيكال انكتيفيشن ما بلعبش رياضه. قله الرياضه ما بلعبش رياضه. ما اتحركش وما بلعبش رياضه. فهمتوا القصه؟ طب نقف هنا ونرجع نكمل ولا ايه؟